يا صباح الخير، صباح الهنا، صباح النصر على حضراتكم جميعا، جمهورنا واهالينا من جمهور الاهلي كل مكان في العالم وكل مشاهدينا في كل حته. صباح الخير، حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي النهارده 6 سبتمبر 2020. مش عارفه، حاسه الشهر ده جري بسرعه، يعني كنا لسه في 1 سبتمبر. مش عارف، صباح الخير يا كريم. صباح عليك، صباح الفل عليكي، وصباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي قناه الاهلي اهلا بكم جميعا، وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. ان شاء الله تستمتعوا معانا بكل فقراتنا وبكل اخبارنا اللي هنبتديها معاكم باحتفاليه رائعه حصلت امبارح. احتفاليه رائعه جدا، بس خلينا قبل ما نروح للاحتفاليه والخبر الاول ونبدا حلقتنا يعني النهارده، عايزين بس ننوه ان احنا النهارده معانا نجم. احنا شويه كده حاولنا انا وكريم برضو نقعد ونحاول نجيب افكار جديده، ولقينا ان فكره كمان ان احنا نربط الفن بالرياضه جميله جدا، ويمكن دي تكون كده فيها رساله علشان الناس برضو تقتدي بالنماذج اللي احنا بنجيبها من الفنانين والناس المعروفه ان هم بيمارسوا رياضه، وتبقى كده زي رساله ضمنيه علشان كلنا نقدر نرجع تاني نمارس رياضه ونشجع بعض. معانا اللي هو مش عارفه اقول النجم او الفنان ولا الاعلامي الزميل، هو عمل برنامج من كام سنه كده، يمكن العام 2007 في رمضان تحديدا، كان برنامج في رمضان مقالب، بس نجح نجاح كبير جدا وكسر الدنيا، مش بس في مصر، كسر الدنيا في الوطن العربي كله. فمعانا النهارده هيكون مشرفنا نجم عمرو رمزي، وهنتكلم معاه طبعا عن الفن شويه، بس هنتكلم معاه اكتر عن الرياضه. وهو هو على فكره اهلاوي جدا وبيحضر كان ماتشات ومتعصبين جدا، فهنتكلم معاه عن كل الامور دي ان شاء الله النهارده، هتبقى فكره حلوه قوي. لو حد كمان حابب ان هو يساله اي سؤال على فكره ابعتوا لنا، ممكن ان احنا نقرا التعليقات النهارده في الفقره بتاعته، يعني فيل فري زي ما بيقولوا. نبدأ بقى أول أخبارنا، وإمبارح زي ما كريم كان بيقول كده كلنا شفنا تنظيم على أعلى مستوى، حاجة مشرفة جدا لحفل قرعة كأس العالم لليد اللي هتنظمها مصر إن شاء الله في يناير 2021، والأول مرة هتكون البطولة دي ب 32 منتخب. بصراحة اختيار المكان كمان عند سفح الهرم، فقرات الحفل اللي عبرت عن مصر، وطبعا في مقدمتهم كمان فقرة الموسيقار العظيم عمر خيرت، إلى جانب تقديم فقرات كانت جميلة جدا من خلال خالد النبوي الفنان الكبير خالد النبوي، والجميلة إنجي المقدم، وطبعا الإعلامية الزميلة جاسمين طه. كل ده خلينا نقول قال للعالم إن مصر موجودة قادرة على احتضان العالم. كمان حرص الاتحاد الدولي على دعوة الكابتن حسن حمدي رئيس الأهلي السابق والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي. حفل كان أكثر من رائع، ودايما كنا احنا برضو في البرنامج ده حريصين ان احنا نربط ما بين الرياضه والسياحه، فاكر يا كريم دايما كنا طبعا بنحب طبعا. فاعتقد ده اكبر مثال حي اهو، فكره ان انت رياضه وفي نفس الوقت السياحه، العالم كله هيشاهد، العالم كله هيتابع، في حاجه حقيقي مشرفه جدا الحقيقه. ايفنت حاجه كده، حاجه شيك بالمعنى الحرفي. طبعا اللي شفناه امبارح ما كانتش قرعه بطوله بقدر ما كانت لوحه فنيه متكامله الاركان. وهنا الحقيقه لازم نتوجه بكل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله، وطبعا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، اللي الحقيقه كلهم مهتمين اهتمام ملحوظ بالرياضه بمختلف اتجاهاتها، سواء كانت رياضه رسميه او حتى مجتمعيه. امبارح العالم كله كان بيتكلم على التنظيم وعلى هذه الفعاليه وعلى هذا الحفل المشرف، وكلموا كمان عن مصر اللي بتقدر تعمل فعاليات مبهرة زي ما شفنا كده امبارح، وطبعا بتستعد لبطولة كبيرة جدا بكافة الإمكانيات في ظل جائحة كورونا، وده دليل على أن مصر كالعادة دولة كبيرة وتقدر دايما تتحدى وتقدر دايما تحقق نتائج مبهرة. دي طبيعة المصريين، وده اللي قاله بالمناسبة الدكتور أشرف صبحي امبارح، قال نصا أن تنظيم القرعة بهذا المستوى كان رسالة للعالم كله أن مصر قادرة على تحقيق الحلم. ده كلام حقيقي وكلام محترم جدا. نكمل بقى مع حضراتكم برضو بعض الأخبار الخاصة بالموضوع ده، وإن المدير هنا الفني لمنتخب مصر لليد اختار المجموعة السبعة اللي بتضم هنا السويد والتشيك وممثل أمريكا الجنوبية اللي لسه هيتحدد. طبعا احنا عارفين إن الدولة المستضيفة لأي بطولة هي اللي بتكون بتختار المجموعة اللي بتبدأ بيها البطولة. الأسباني روبرتو غارسيا المدير الفني لمنتخب اليد علق على اختياره للمجموعة السبعة قائلا: تحدثنا كثيرا عن كافة المجموعات والفرق في البطولة، وبالطبع كافة المنتخبات صعبة، والسويد فريق نعرفه جيدا لأننا لعبنا أمامه من قبل، وربما نكون نعرف عنه أكثر مما نعرفه عن كافة المنتخبات الأخرى في هذه المجموعة التي سنلعب فيها.
خلينا بقى نروح مع حضراتكم بعد كده لاخبار فريقنا. فريق الاهلي قدم رانا امبارح على ملعب التتش ده استعدادا لمواجهه حرس الحدود المقرر لها بكره ان شاء الله الاثنين ضمن منافسات الجوله 25 في بطوله الدوري الممتاز. اشتمل مران الفريق على جانب بدني، ثم اجرى الجهاز الفني تقسيمه قويه بمشاركه حارسين للمرمى، فيما خاضت هنا المجموعه التي شاركت في مباراه وادي دجله تدريبات استشفائيه، وقدم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات هنا منفرده تحت اشراف يمكن ميشيل ده مدرب الحراس. ده طبعا هيكون قبل المشاركه في تقسيم الكره. اللي حصل كمان ان رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره عقدوا جلسه تنسيقيه على هامش تمرين امبارح اللي اقيم على ملعب التتش، وناقش فايلر وعبد الحفيظ كل الترتيبات الاداريه والتنظيميه الخاصه بالمرحله اللي جايه ان شاء الله ابتداء من مواجهه حرس الحدود ضمن منافسات الجوله 25 من الدوري العام المصري. نكمل مع حضراتكم. رفض الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف المواجهه الموافقه عفوا على مطالبات تاجيل نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، مؤكدا اقامه مباريات الذهاب في موعدها المقرر يومي 25 و26 من شهر سبتمبر الجاري، على ان تقام ايابا يومي 2 و3 من شهر اكتوبر المقبل، دون وجود نيه من قبل الاتحاد الافريقي اصلا لكره القدم على اجراء اي تعديلات في تلك المواعيد. وكانت تقارير مغربيه قد كشفت ان كاف قرر تاجيل مواجهات دور نصف النهائي من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية دون تحديد مواعيد جديدة لإقامة المباريات المؤجلة، وده طبعا خلينا نأكد مش مظبوط. طيب أنا عايز أقول إن أخيرا يعني قري على كريستيانو رونالدو عمل شغل نار. والله العظيم فاكرة كان أول 3-4 حلقات. بص أنا لو هشوف هو بصراحة أنت السبب، أنت اللي أرق الموضوع اللي جاي ده. كل أصابع الاتجاه ما لهاش حل بتتجه ليه. أنا لوحدي قعدت أنبر عليه بتاع 3-4 أيام ورا بعض. كويس إنك بتعترف. لا دي حقيقة، الموضوع كان على الهواء مباشرة. قولي بقى يا ست الناس نتيجة نبري حصل الغلبان كريستيانو رونالدو حصل له إيه؟ أفادت تقارير صحفية بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غاب عن مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الكرواتي، ده ضمن الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية. ليه بقى ده حصل؟ بسبب لدغة نحلة عملت له التهاب في قدمه اليمنى، وقال المدير الفني للمنتخب البرتغالي أصبحت قدم رونالدو حمراء للغاية وأدركنا أنها لم تكن بسيطة لكنها ستكون عدوى في القدم وتمت معالجتها وبالمضادات الحيوية. يعني أنا مش عارفة أقول إيه الصراحة. ألف سلام يا رونالدو والله. عشان يبقى يعرف يستفزنا باخباره. قال صحي الصبح ونزل المحيط وتاني يوم مش عارف صحي الصبح وراح فين، ودي نتيجه الكلام ده هنعمل ايه؟ كانت اجازه قويه فعلا. خلينا برضو نضيف هنا عشاق، طبعا رونالدو احرز هو 99 هدف بانتظاره، كانوا يعني منتظرين وصوله من خلال هذه المباراه ان هو يوصل لرقم 100 بقى في مباراته امام كرواتيا عشان يصبح كده تاني لاعب في التاريخ بيحقق هذا الانجاز بعد الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات المهاجم الإيراني علي دائي اللي سجل 109 هدف. على كل حال يعني ربنا يقومه بالسلامة وما نسمعش عنه حاجة وحشة تاني. تعالوا بقى نروح نتكلم على خبر في منتهى الأهمية بيأكد على أن الرياضة هي أخلاق في المقام الأول. يعني الحقيقة الخبر بتاعنا خاص بالمباريات الخيرية وللسبب غير أخلاقي تم استبعاد أحد اللاعبين منها. اللي حصل كالآتي: منظمو المباراة الخيرية السنوية لجمع الأموال للأطفال المحتاجين برعاية منظمة اليونيسيف استبعدوا الإيفواري يايا توري لاعب مانشستر سيتي السابق من الحدث. طيب اللي حصل ده حصل ليه؟ ببساطة شديدة بسبب فيديو غير أخلاقي أرسله هذا اللاعب عبر واتساب لمجموعة من الأشخاص، وبعد اللي حصل وبعد ما حصلت ردود أفعال واسعة جدا قام توري البالغ من العمر 37 سنة بحذف مقطع الفيديو وكل الرسائل اللي كان رسلها بعديها، وبعد أن تعرض لانتقادات لازعة من ناس كتير جدا الحقيقة، وعلى رأسهم مجموعة من السيدات كانوا موجودين في ضمن مجموعة الدردشة اللي هو بعت عليها هذا الفيديو، وطبعا قدم اللاعب اعتذاره. يذكر أن يايا توري لعب في صفوف عدة أندية أشهرها برشلونة ومانشستر سيتي، وحاليا يعني يعتبر لاعب حر. وبصراحة اللي عمله برضه مش بسيطة. محدش يعمل كده فعلا. يعني مش كده أبدا. هي السوشيال ميديا أصلا كارثة في حد ذاتها لو استخدمت يعني بشكل غير سليم. طبعا. نروح بقى لحكاية تانية، حكاية روسية. زي ما احنا قلنا كده بنحب دايما نجيب لحضراتكم خبر في كده نوع من النوستالجيا، بس في روسيا بقى عن مباراة روسيا أمام البرتغال. دي كانت سنة 2004 اللي اتغلبت فيها روسيا كام بقى؟
7-1 بصراحة كانت خسارة كبيرة جدا. كشف وزير الرياضة والاتحاد الروسي لكرة القدم سابقا أن الرئيس فلاديمير بوتين استدعى وقتها بعد الهزيمة وسأله معترضا ما هذا، وأعطى الرئيس بوتين هنا الضوء الأخضر وقتها لاستضافة بطولة كاس العالم في إشارة أنه لازم منتخب روسيا يبقى أقوى من كده. الوزير الروسي بيكمل كلامه بيقول جرى حديث بيننا، لماذا لا نستطيع القيام بذلك؟ لماذا لا نستطيع اللعب؟ قلت ان لدينا مدارس رياضيه للاطفال والامكانات موجوده. بعدها بدات هنا صحوه ورحله وصول ونجحت روسيا في استضافه بطوله كاس العالم لكره القدم عام 2018، وحقق كمان منتخبها افضل نتيجه له في تاريخ البطوله بصعوده الى الدور ربع النهائي اللي خسر فيه امام وصيف بطل المونديال نظيره الكرواتي بركلات هنا الجزاء الترجيحيه. طيب احنا دايما حضراتكم زي ما اكيد بتتابعونا باستمرار، احنا بيكون عندنا مساحه كافيه ان احنا نعرفكم على ابجديات الرياضه. ده بالنسبه للناس الغير متخصصه، الناس اللي يعني مش محترفه قوي في مساله الرياضه. هنتابع مع حضراتكم دلوقتي مجموعه من النصايح الرياضيه ونحاول نشجعكم ونشجع نفسنا من خلالها على ممارسه الرياضه. هنشوف فيديو جراف خاص بنصائح للمبتدئين بعد العوده من هذا الفاصل. اتفضل. مفيدة الفيديو جرافس اللي من النوع ده جدا جدا، نصايح سريعة ومفيدة ان احنا نتابعها. وفي يمكن نقطة كمان من اللي احنا دلوقتي تابعناهم، فكرة ان الرياضة بتمنح قوة معنوية بشكل كبير. على فكرة ده كلام متخصصين، انا بحب اقرا شوية في الصحة النفسية. كان في ارتكل قريتها بس الكلام ده من فتره، يعني بيقولوا ايه يا كريم، الدكتوره دي كانت بتتكلم ان في ناس كتير جدا بتبقى اوقات مكتئبه نفسيا فبتلجا للمهدئات. المهدئات لو بوصف طبيب ما فيهاش مشكله، بس هي في الاخر يعني في الاول وفي الاخر انت بتدمنها، وفي نفس الوقت ان انت تبطلها هترجعك تاني لنفس النقطه، يعني صح. انت مش هتبقى حققت حاجه. الرياضه بقى لو انت رحت مارست رياضه بجد بتفرق جدا في المود، بتفرق جدا صح. في الصحه النفسيه، انت هتلاقي نفسك حتى بتنجز حاجه، يعني تلاقي جسمك ابتدى يختلف، نفسك، صحتك، فده في حد ذاته هيسعدك، هيعمل لك حالة كده إيجابية، فأنت بالتالي هتخرج من الحالة النفسية اللي انت فيها. فخلينا نجرب أي حد حاسس إن المود بتاعه مش حلو، عنده مشكلة، بدل ما تلجأ للمهدئات والحاجات السهلة وتضر نفسك، حاول تروح مثلا 3-4 مرات في الأسبوع جيم ولا حاجة، بالتالي ممكن ان هي تفرق صحيح. جدا في صحيح. حياتك. ده مش ممكن، ده اكيد اللي انت بتقوليه، فكره ان الموضوع ده بينعكس بالايجاب على الحاله المزاجيه وحتى على ثقه البني ادم بنفسه طبعا. صحيح. مليون في الميه كلام مظبوط. اتمنى فعلا الناس تبتدي تفكر كده. جات لك اسئله بخصوص الزميل الجميل عمرو رمزي، وفي الفاصل بصراحه جات لنا، انا كتبت كده يعني الناس بصراحه ابتدت من دلوقتي تبعت الفنان والاعلامي الزميل عمرو رمزي. روان علي بتقول هو متجوز ولا لا؟ اوبا، عارفه لما يجي بدايه زي الفل للانترفيو مع زميلنا هنساله يا روان. حاضر طبعا.
وسامر سامي عنتر بيقول غبت ليه عن الساحة الإعلامية يا فنان. كل الحاجات دي طبعا ومنها كتير بس أنا حاولت كده أختصر. طبعا هيجاوب عليها بقى بنفسه النجم عمرو رمزي في الفقرة إن شاء الله. نستهل لقائنا معاه بالسؤالين دول. السؤالين نبدأ والسؤالين الأولاني سؤال نميس بس السؤال الثاني فعلا منطقي جدا ولازم يتسأل. صحيح. طيب تعالوا بقى نشوف مع حضراتكم ونتعرف على مجموعة من التمرينات وتمرينات الفتنس تحديدا مع كابتن أحمد عوض مدرب جيم النادي الأهلي. اتفضل. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير لاعضاء النادي الاهلي كلهم والجمهور النادي الاهلي كله، ربنا يحفظكم جميعا. النهارده هنتكلم على حاجه مهمه عايزه الناس كلها تستفيد منها والناس كلها بتجري وراها، ازاي اعلي معدل الحرق الطبيعي بتاع جسمي. وده كل الناس بتجري ورا درجه ان هي بتاخد مكملات غذائيه او سبلمنت علشان خاطر تعلي الحرق عن طريق الفات بيرنر ايا كان بقى انواع الحرق، واشرب ميه بليمون وكل الافتكاسات اللي بتقولها الناس دي علشان خاطر تعالي الحرق. لا، حضرتك ممكن تحرق او تعالي الحرق الطبيعي بتاع جسمك باحدث طريقه في العالم واقوى طريقه في العالم عشان تخش على حرق الدهون او تحرق اكبر كميه دهون من جسمك، وهي الانترفال تريننج، تصاعدي تنازلي. يعني ايه؟ يعني حضرتك على حسب مجهودك، لو انت بتمشي المكان، لو مجرد مشيانك في المكان ده او ان انت بتمشي لمده او تطلع سلم بتنهج وبتتعب كده، تاخد بريك، يعني تعمل 30 ثانيه مجهود و15 ثانيه بريك، او دقيقه مجهود و30 ثانيه بريك. ايه الفكره؟ ان انا ممكن اعمل جامب، دهكت جامد جدا، اخد بريك او اعمل كول داون، كده اسمه انترفال تريننج. ازاي؟ ان انا رفعت ضربات قلبي قوي، زي عملت حركه جسمي مش متعود عليها عشان ارفع بيها ضربات قلبي، وبعد كده اخد بريك واعمل كول داون. طول ما انا برفع ضربات قلبي وانزل كده انا بحمل اعلى معدل لحرق الدهون. تاني سيزر، رجل ورا رجل، ده اي حركه غريبه عن جسمي هيضطر قلبي يرفع ضربات القلب علشان خاطر يواكب المجهود البدني ده. ففكره بقى ان انا بعلي ضربات قلبي ليه؟ عشان كل ما ضربات قلبي بتعلى وتنزل بيبقى في الزون بتاع اعلى معدل لحرق الدهون بتاعت الجسم. طيب خلاص جسمي اتعود على الاكشنز دي او الحركات اللي فيها جري وتنطيط، طب هبتدي ازود حركات تانية، لان الانترفال تريننج ده مرتبط بضربات قلبي. ضربات قلبي بتزيد امتى؟ لما اكون بعمل مثلا تمرين زي السكوات، بقعد واقوم واقف. ففي الاول عشان الدم بيروح للعضلات البعيده بيبقى بيعمل مجهود للقلب، فمهم جدا ان هو بيبذل مجهود عالي عشان يوصل. طيب خلاص وصلت المرحله انا عملت 30 ثانيه سكوات مش قادر اخد نفسي، فبقى سهل. طب عايز اعلي بعد 3 ايام او 4 ايام يحصل ادابتيشن او تكيف، فده هيبقى سهل بالنسبه لي. عايز اعلي الحرق فبعمل تمارين مركبه بتشغل اكبر كميه عضلات، زي الرجلين فيها كميه عضلات كتيره قوي فبتتعب القلب عشان اوصل لها دم، هي فكره ان ضربات قلبي تزيد. طب ببتدي اعمل تمارين مركبه، يعني انا اشغل رجليا مع ايديا مثلا اللي هو كده، لما بشغل كميه عضلات كبيره الدم بيبقى القلب محتاج يضخ دم كتير لكميه العضلات دي فالضربات بتزيد. فاول ما ابتدي الضربات تزيد قوي 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 خلاص مش قادر اخد نفسي، اخد بريك 30 ثانيه واعمل كول داون وانا بتحرك بالراحه، وبعد كده اعمل تمرين مركب تاني زي واحد اتنين تلاته واطلع تاني. ده ليفل كده، ما شغلت كميه عضلات تاني اكبر بحركه مختلفه. تاني هنزود مجهود اكبر، ممكن اعمل الحركه دي 30 ثانيه ورا بعض زي كده، واحد اتنين كده عدينا 30 ثانيه مش قادر اخد نفسي، اخد بريك وانا بمشي في مكاني. دي راحه ايجابيه مش راحه سلبيه، راحه سلبيه ان انا انام خالص، راحه ايجابيه ان اتحرك بالراحه، نفس بعمل تهدئه لضربات قلبي تنزل تاني
عايز اعلي خلاص وصلت لمرحله ان الليفل ده او المرحله دي بقت سهله بالنسبه لي ما بتعليش ضربات قلبي، يبقى ابتدي اخد خطوه بعدها واطلع رجل كده زودت تاني واطلع الرجل الثانيه. تعبت مش قادر باخد بريك 30 ثانيه 30 ثانيه، هفضل شغال كده لمده كام؟ 45 دقيقه بطلع بضربات قلبي وانزل. طيب عايزين نصعب اكتر، جامب طلعت لفوق كده شغلت عضلات تانية فيها توافق عضلي عصبي. تاني ممكن ابتديها بسكوات جامب هنا ليفل اعلى، بس لو حد وزنه تقيل او عنده مشاكل في ركبته او في ظهره ما يعملش الجامب، يعمل سكوات ني سكوات ني. بقت سهله، سكوات سايد سكوات سايد. تاني سكوات لبره كده شغلت كميه عضلات كبيره جدا، مش قادر اخد نفسي، اخد بريك بريك 30 ثانيه خدت نفسي، اعمل اكشن تاني كيك باك كيك باك كيك باك كيك باك. هي الفكره ان كل ضربات قلبي لما تعلى بتعلى بسبب ان الحركه جديده على جسمي. تاني هنزل كيك هنزل كيك، دي جديده على جسمي فبتخليني جسمي اول ما بيحفظها او ضربات قلبي بتهدى نتيجه ان جسمي تكيف عليها حفظها، فده مهم جدا. اول ما الحركه تتحفظ اغيرها، ليه؟ عشان اتعب قلبي ان هو يزيد، فاعمل الانترفل تريننج ان هو يطلع بضربات القلب قوي بعد كده ينزل نتيجه مش قادر. هعمل جامب تاني كده، انا صعبتها قوي، محدش يعمل الحركات دي الا اذا كان واثق ان هو يقدر يعملها. في حركات تانية زي توافق العضل العصبي اللي هو مثلا هطلع واعمل كيك سايد، كده شغلت حركات اكتر. يعني كده لو انا عملت سكوات كده غير لما اعمل سكوات كيك، دي اصعب لان انت بتعمل هولد او ثبات للمنطقه بعد كده بتضرب وترجع تاني، فدي حركات اصعب. تاني هنا لما بنزل اعمل طعن او لانش بنزل واطلع، دي سهله مع بعض الناس المبتدئين بتبقى صعبه جدا، بيخلص العشر عدات او الثلاثين عده او الثلاثين ثانيه كوقت مش قادر ياخد نفسه. طيب بقت سهله هعمل ايه؟ اورترنيت يعني رجل ورجل داون الرجل الثانيه داون تحت تحت، بقت سهله وبقى قلبي ما بقاش ضربات تعلى قوي لما بعمل 30 ثانيه. اصعبها ازاي؟ شغل ايد هطلع رجل الجنب التاني، كده انا عملت توازن كده اشتغل بعنصر التوازن فده بيعلي ضربات قلبي. اصعب شويه اصعب شويه، خلاص دي بقت سهله خطوه وخطوه، هنبتدي نصعبها اكتر بين رجل عكس رجل. ها بالجامب بالجامب ايدي اصعب، مفيش بريك في النص، خلصت 30 ثانية كده. بقى احنا عرفنا نعمل انترفل تريننج عن طريق كارديو اللي هو كارديو فاسكال، الحاجات اللي فيها تنفس زي الجري جون جام بروب زي الحاجات دي، والحاجات اللي ممكن اعمل بيها انترفل تريننج باستخدام العضلات عن طريق ان انا بشغل عضلات كتير في وقت واحد فبتحتاج دم كتير بتخلي قلبي ضرباته تزيد. المهم في التمرين بتاع انترفل تريننج ان ضربات قلبي تزيد قوي حلو بعد كده تنزل. في النزول ما ينفعش اعمل بريك سلبي، يعني ما ينفعش اقعد ما ينفعش اقف، لازم امشي بالراحه في المكان عشان ما ينفعش اطلع بضربات قلبي فوق قوي بعد كده اقف مره واحده غلط على القلب، يبقى في مشكله بالنسبه للقلب. مع معلومه مفيده الحلقه اللي جايه ان شاء الله.
اتمنى تكونوا حضراتكم استفدتم من تمرينات كابتن احمد عوض. تعالوا بقى نروح للنادي الاهلي في الجزيره عشان نعرف ايه اخر الاخبار من زميلنا مينا ماهر مراسل قناه النادي الاهلي. مينا صباح الفل عليك، وقول لنا بقى ايه الاخبار اللي عندك فيما يتعلق بالتواجد المرتدي هذا الفرع تحديدا للنادي الاهلي، وعايزين نعرف كمان ايه اخر اخبار او اخر اخبار التمرينات اللي بيأديها لاعبي الفريق الكره في النادي الاهلي استعدادا لمباراه الغد ان شاء الله ضد حرس الحدود. صباح الفل عليك، اتفضل. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نوان، صباح الفل على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد من النادي الأهلي فرع الجزيرة، أتمنى أن يكون يوم مليء بالسعادة والتفاؤل على جميع الناس. يعني بدأ توافد الأعضاء من جديد لمقر النادي في الوقت الصباحي من اليوم. يمكن لاحظت تواجد عدد كبير جدا من كبار السن من أعضاء النادي على مبنى الخدمات بالنادي لتسجيل أسمائهم في الرحلات المقدمة من النادي الأهلي بعد توقف دام أكثر من 6 شهور. بالنسبة لدرجة الحرارة، يعني الجو النهاردة جميل مختلف تماما عن الأيام اللي فاتت، يمكن في نسمة هواء لطيفة جدا ملائمة ومناسبة للتدريبات الصباحية. بالنسبة للسيولة المرورية يمكن أنا طريق المعتاد من هليوبلس مرورا بصلاح سالم كوبري 6 أكتوبر، الطريق فيه كثافة مرورية بسيطة جدا، يمكن الطريق خد حوالي 20 دقيقة معايا من مصر الجديدة لمقر النادي الأهلي في الجزيرة. نروح للفرق الرياضية، بحب أبارك لفريق السيدات للباسكتبول بالنادي، قدر امبارح أنه يفوز في مباراة صعبة جدا مع فريق هليوبلس في قبل نهائي دوري السوبر. مباراة كانت قوية جدا، يمكن النادي الأهلي كان متأخر في الأشواط الأولى من المباراة وقدر يعمل ريمونتادا قوية جدا ويفوز بالمباراة بنتيجة 96-93، وبالنتيجة دي يتأهل فريق السيدات لكرة السلة لنهائي بطولة الدوري السوبر المصري. بنتمنى التوفيق لفريق السيدات، دايما مفرحنا على المستوى المحلي أو المستوى الأفريقي. أيضا بدأ منذ لحظات تدريبات فريق 2005 و2006 و2008 للسباحة استعدادا لبطولة كأس مصر، لسه لم تعلن هل هتستكمل أم لا، ولكن الفريق على أتم استعداد لخوض البطولة. نروح بقى لفريق الكورة، امبارح كان في تدريب صباحي وكان في رابيد تيست، ده البديل التيست البديل لمسحة كورونا، يمكن بيتم أخذ عينة دم بسيطة جدا من اللاعبين ويتم تحديد لو في اشتباه من كورونا من عدمه، ولو في اشتباه كورونا بيتم عمل مسحة طبية كاملة. الحمد لله امبارح ما كانش في أي اشتباه بأي إصابات، التحاليل كلها نتيجتها كانت طبيعية جدا. الفريق النهارده هيواصل تدريباته لاستعدادا لمباراة حرس الحدود غدا بعد التدريب الساعة 4 مساء، بعده هيتم عمل معسكر مغلق في مدينة الإسكندرية في محافظة الإسكندرية. أيضا الاتحاد المصري لكرة القدم أمس أعلن عن جولتين للدوري المصري، النادي الأهلي هيستضيف نادي الإسماعيلي يوم 11/9 بملعب برج العرب الساعة 8:30، وأيضا الاتحاد السكندري هيستضيف النادي الأهلي يوم 13/9 في ملعب برج العرب أيضا الساعة 8:30. لو النادي الأهلي إن شاء الله قدر يفوز بمباراة حرس الحدود غدا ومباراة الإسماعيلي ومباراة الاتحاد السكندري، هتتبقى مباراة واحدة فقط لحصد بطولة الدوري العام هذا الموسم. كلنا ثقة في النادي الأهلي إنه يقدر يفوز بالأربع مباريات القادمة لتحقيق لقب هذا الموسم الصعب جدا. لو في أي استفسارات أو أي أسئلة أنا معاكم هنا في فرع النادي الأهلي بالجزيرة. مينا في الأول طبعا بصبح عليك وبتسعدنا كده دايما بابتسامتك الصبح وانت بتقول لنا الأخبار. أنا بس عايزة أروح معاك للرياضة العالمية، لأن احنا كنا تابعنا امبارح بعض التغيير في موقف ميسي من قبل برشلونة، وسمعنا أن هناك يعني عرض مختلف وبعض الميزات الإضافية اللي منحها برشلونة للاعب، فلو عندك أي معلومة بخصوص هذا الملف يا ريت تطلعنا عليه. تفضل يا مينا. المعلومات اللي عندي المؤكدة ان ميسي يعني ان شاء الله هيكون متواجد مع فريق برشلونة في تكملة عقده، لكن مفيش اي معلومات ثابتة او واضحة من النادي بتحدد هل في تفاصيل جديدة بيقدر يمنحها النادي لميسي او اي تفاصيل مختلفة، لسه لحد الان لم يعلن النادي عن هذه التفاصيل. تمام، بنشكرك يا مينا. شكرا جزيلا كالعادة، معلوماتك وافية وكافية، كل الشكر للزميل العزيز مينا ماهر مراسل قناة النادي الأهلي، ومستمرين مع كل حضراتكم في سلسلة أخبارنا.
انت عارف امبارح التايم لاين يعني كان كله عن موضوع ميسي من الاخبار طبعا اللي بتهم العالم كله والناس كلها مترقبه ميسي رايح فين ميسي هيفضل ولا لا وزي ما كنت بقول لحضراتكم يمكن بعض الصحف الاسبانيه انا كنت تابعت امبارح كانوا بيتكلموا ان ربما ميسي هيرغب في البقاء بعد تغيير بعض الشروط في العقد وفكره ان هو يضل كمان لموسم 2022 فربما نسمع ان ميسي وافق على البقاء وان هو مش رايح اي نادي تاني دي هتبقى مفاجاه برضه بصراحه يا ترى وافق على البقاء حبا في البقاء وحبا في النادي اللي ما لعبش غير معاه طول عمره ولا عشان موضوع ال 700 مليون يورو لا يعني اعتقد مش بس عشان ال 700 مليون هم كمان غيروا له في ادوا له ميزات اخرى بس زي ما مينا قال هو لسه لم يتم الاعلان ايه هي بالظبط الميزات الاخرى بس اللي انا عرفته ان هو المفروض هيرد على النادي او على اداره النادي خلال اليومين الجايين هل هو هيقبل بهذه الشروط ام لا بس عشان الناس كلها تهدى بقى لان الملف ده فعلا ما بنتكلمش غير عنه ومش احنا ده العالم كله الحقيقه صحيح ننتقل بقى مع حضراتكم بعد كده وخبر آخر تأهل دالاس ستارز إلى نهائي القسم الغربي في الدوري الأمريكي هنا لهوكي الجليد بعد فوزها على كولورادو أفالينش وفاز دالاس بالمواجهة الحاسمة هنا بخمسة أهداف لأربعة خلينا نروح نشوف جزء من المباراة نرجع نكمل Comes to Miro Heiskanen, who shoots, puck is loose in front, Radulov scores! 1-0 Dallas! See Radulov, who's got two game-winning goals in this series, finds a way to... The runway here, he's not in good shape. Nazem Kadri for Colorado, out to Ian Cole, who shoots, score! The Avalanche have come really changes directions. I don't know if the Menshikov gets it right there. He sure does. And he's going to get credit for the goal with an assist Ian Cole, AJ. But what a role reversal here early on. Net by Pierre-Edouard Belmar. Oleksiak couldn't clear. Here's Burakovsky with a shot. He scores! He does it again in an elimination game. Green AJ, and he snaps it home. Well, Burakovsky, clearly he's a clutch player. Right point. Now Klingberg with the puck, spinning on Rantanen. Back out for Gurianov. Has room, he shoots, score! He's going to take that Gurianov shot, and AJ just chip it right there. Well, we by Hutchinson. Now Burakovsky. Puck loose in front. Hudoba looking for it. They score! The Avalanche back. Doesn't get to the puck. And Kadri's going to get his third goal of this series. Just fantastic playoff by Nazem Kadri. Side for Ben. Maybe Ben straight away for Klingberg. Backs it up and then shoots. He scores! The beneficiary. He's going to chip it. The good composure by Klingberg going backwards, launches it on goal. And Radulov. Puck comes to Zadorov out at the right point. Shot deflected by Comfer. And then Domestikov scores! 4-3 Colorado with three. And finally, Domestikov's there. But Zadorov finds a way to get that through Comfer with the stick. Net. Now Hintzen with a shot, and then Kimi Raanta ties it. Sturman put it to the back of the net for a second ever career playoff goal. Hey, what a quick for Sekera. Kimi Raanta setting up in front. He shoots. He scores. A hat trick and a game seven overtime winner for Joel Raanta of the Dallas. هوكي الجليد الحقيقه رياضه يعني صعبه ولطيفه من حيث المبدا لما المباريات بتمر يعني بسلام لكن لما بتحصل اي خناقه بين اللاعبين الحقيقه الحكايه بتقلب مطحنه والهوكي بيتحول الى يعني مزيج بقى من الملاكمه على مصارعه الياباني زي ما حضراتكم بتشوفوا كده في هذه المباريات. تعالوا بقى ناخدكم لخبر مختلف في اثنين لاعبين في العاب ورياضات مختلفه لعبوا ضد بعض مباراة في الجولف فاز فيها لاعب كرة القدم الأمريكية جيروم بيتس على نجم بطولة الدوري الأمريكي لكرة السلة فانس كارتر في بطولة خيرية في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية. جاء هذا بمساعدة لاعب الجولف المخضرم زاك جونسون المتوج بلقبين من البطولات الكبرى. تعالوا نتابع معاكم جزء من المباراة ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا. اتفضل. Wow. Ooh, wee. Oh, yeah, he did. I know. Okay. Yeah, baby. There we go.
Anyway, Pod. Let's get on the board. Oh, look at this. Thanks. Oh boy. Thank you. Oh baby. Oh baby. Spin left and go in. Spin left and go in. Spin left and go in. Good shot, partner. Thank you. Really good. Thank you. Phew. How about that three? God. There we go. That's a skin by him. Oh, nicely done. That way. Thanks. Good stroke. Thanks, guys. A lot of fun. See. Thank you, Bess. Hey, you. Everybody. Enjoyed it. Pleasure meeting y'all. See. نروح بقى لآخر الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعربية والعالمية مع زميلتنا العزيزة مريم سميح مراسلة قناة الأهلي وهي متواجدة في جريدة الشروق. مريم صباح الخير عليكي كده وطلعينا إيه آخر الأخبار عندك؟ تفضلي. بصبح عليك يا نهواند وبصبح عليك يا كريم وبصبح كمان على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. الحقيقة يعني النهاردة في البحث في جميع الصحف والمواقع الإلكترونية كان حاجة مشرفة جدا إن اسم مصر بيعتلي جميع العناوين طبعا ويعني بسبب القرعة التي أقيمت أمس السبت وقرعة طبعا كأس العالم لليد في نسختها 27 اسم مصر فعلا زي ما بنقول كده يعني كان منور جميع الصحف بشكل مشرف جدا وكل الصحف شهدت على الشكل والتنظيم الرائع اللي حصل هنا في مصر طبعا تحت سفح الأهرامات. والنهاردة كان في تعليقات كتيرة جدا بس أهمها طبعا كان تعليق كمان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان ليه تصريحات إذاعية النهاردة صباح اليوم الأحد قال فيها طبعا ان كل سفراء الدول الأجنبية والوفود يعني كان عندهم حالة من الانبهار بسبب هذا التنظيم المشرف على الرغم انه يعني في ظروف صعبة وكمان كسر كل القواعد اللي حصلت خلال الأيام الماضية بسبب فيروس كورونا لان طبعا كان في التزام كبير جدا من منظمي هذه القرعة. وكمان قال دكتور أشرف صبحي صباح اليوم في هذه التصريحات ان هيكون في ثلاث احتمالات وضعها طبعا كوزارة الشباب والرياضة لإقامة المونديال في يناير المقبل. أول احتمال إن هيكون في حضور جماهيري كامل يعني لو في انخفاض في عدد الإصابة بكورونا ولو لقدر الله في ارتفاع هيكون الاحتمال الثاني هو الحضور بنصف الجماهير والاحتمال الثالث هو تلت الجماهير ولكن إن شاء الله يعني ده السيناريو اللي احنا ما نتمناش إن هو يحصل. طبعا البداية كان من موقع دويتش فيلا كان من مصر قرعة مثيرة لنسخة تاريخية من مونديال كرة اليد. استحوذت قرعة النسخة 27 من بطولة كأس العالم من كرة اليد على اهتمام بالغ نظرا لكونها نسخة تاريخية من بطولات العالم في ظل مشاركة 32 منتخب. طبعا أضاف دويتش فيلا أن البطولة المرة الأولى في التاريخ هيشارك فيها 32 منتخب وهذه القرعة كمان يعني ساهمت في كسر أجواء الأزمة اللي عاشها العالم خلال الأيام الماضية بسبب انتشار وباء أو فيروس كورونا. وكمان يعني أضاف الموقع أن تستضيف مصر البطولة للمرة الثانية في تاريخ المونديال بعد المرة الأولى عام 99 ولكن عام 99 كانت بمشاركة 24 منتخب فقط. كمان أضاف
دويتش فيلا انه بيضاعف من الاهتمام بهذه النسخه في مصر الانجاز طبعا الكبير اللي حققته كره اليد المصريه عام 2019. يعني اكيد لما توج منتخب مصر للشباب مواليد 98 بالمركز الثالث في مونديال الشباب وفاز منتخب الناشئين مواليد 2000 بلقب بطوله العالم للناشئين كما احرز كمان المنتخب الاول لقب بطوله افريقيا في مطلع 2020 ليكون السابع له في البطوله القاريه. من موقع الشروق قرعة قوية لمونديال اليد 2021 في مصر. طبعا كان موقع الشروق البداية أقيمت قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 أمس السبت والتي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 13 إلى 31 يناير المقبل. تعد النسخة الحالية من بطولة العالم هي الأولى التي ستقام بمشاركة 32 منتخب حول العالم. وقع طبعا المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة المنتخبات السويد التشيك وأحد الفرق من قارة أمريكا الجنوبية. ده طبعا بسبب عدم انتهاء يعني القرعة في قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية وده هيتم تحديده في وقت لاحق. شهدت طبعا الحفلة حضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وكان معاه كمان محمود الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. شارك كمان أحمد الأحمر في سحب مراسم قرعة بطولة المونديال تحت سفح الأهرامات وشارك معاه عبد الرحمن حميد اللي حصل على لقب أفضل حارس في بطولة العالم للناشئين في مقدونيا وكمان حسن قداح الذي كان هداف بطولة العالم. ننتقل إلى موقع اليوم السابع. الأهلي يتجه للأسكندرية اليوم استعدادا لمواجهة حرس الحدود. طبعا النهاردة يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم الأحد استعداداته لمباراة حرس الحدود والمقرر لها غدا إن شاء الله في 8:30 مساء. وهيدخل الفريق في معسكر مغلق عقب المباراة. طبعا بعدها يتجه إلى الأسكندرية استعدادا لخوض المباراة التي ستقام باستاد الماكس ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز. يستعيد الأهلي طبعا في مباراة الغد علي معلول الذي لم يشارك في مباراة دجلة الأخير بسبب الإيقاف. من الصحف العالمية طبعا كان المشهد الأبرز كان هو تراجع ميسي عن موقفه وبقائه في برشلونة. فكان عندنا يعني أغلب الصحف العالمية أجمعت أن ميسي تراجع في مشهد دراماتيكي. سلطت الصحف كلها طبعا يعني منشطتها على بقاء ميسي في برشلونة أو إعلان ليونيل ميسي طبعا نجم برشلونة الإسباني استمراره في صفوف الفريق وعدم اللجوء للمحاكم للحصول على حق الرحيل بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. عندنا طبعا كانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كان العنوان الأبرز فيها ميسي يغير اتجاهه وقال ان هو مستمر مع برشلونة وأضاف سأبقى في النادي حتى لا أدخل في نزاع قانوني. وأكد كمان ان إدارة النادي تصرفت معاه بسوء نية وكمان أكد من خلال نيويورك تايمز الأمريكية انه عنده حالة من الإحباط او كمان يعني نقدر نقول ان هو مازال غاضب جدا بسبب يعني اللي حصل ما بينه وما بين الإدارة أو النزاع القانوني بسبب طبعا الشرط الجزائي وأنه هو أبلغهم يعني رغبته في الذهاب ولكن تم نزاع قانوني كان هيكون ميسي هو اللي فيه الخسران رغم أنه هو في أوائل هذا النزاع كان يبدو أنه هو كان ممكن يرحل بشكل مجاني. وطبعا علقت كمان أو عنونت صحيفة الجارديان البريطانية ليونيل ميسي يؤكد بقائه في برشلونة لتجنب الخلاف القانوني. طبعا تراجع مهاجم الأرجنتين عن قرار الرحيل عن كامب نو ويعني يمكن العنوان اللي لفت نظر الجميع من The Guardian هو ميسي بعيد عن السعادة حيث قال ان هو أبلغت النادي بأنني أريد الذهاب ولكن طبعا النادي لم يستجب له. يمكن كانت كل ردود الأفعال كانت هي بتؤكد ان إدارة النادي هي هتكون هي يعني الجانب الكسبان او وكمان يعني ميسي كان هيخسر الكثير لأن طبعا الشرط الجزائي لسه لم ينتهي بعد. فكانت دي أبرز ردود الأفعال من الصحف العالمية.
اخيرا عندنا طبعا النهارده في الدوري المصري مباريات مهمه، وكمان من دوري الامم الاوروبيه هنعلن عن اهم المباريات. طبعا النهارده الانتاج الحربي مع طنطا على استاد الاهلي والسلام في 3:30 عصرا، الجونه وبيراميدز في 6:00 مساء اليوم على استاد خالد بشاره، كمان المصري البورسعيدي وامبي في 6:00 مساء اليوم، والزمالك وطلائع الجيش في 8:30 على استاد القاهره الدولي. اما بالنسبه لدوري الامم الاوروبيه فابرز المباريات اللي هتقام النهارده هتكون سويسرا مع ألمانيا، وصربيا مع تركيا، وإسبانيا مع أوكرانيا، وكوزوفو مع اليونان. طبعا دي أهم المباريات وكمان أهم العناوين في الصحف العالمية عن طبعا القضية الأبرز وهي ميسي، وكمان أهم العناوين حول العالم عن اسم مصر المشرف والتنظيم المشرف اللي شهدوا امبارح المونديال أو قرعة كأس العالم لليد أمس السبت. بشكركم جدا، عودة إلى الاستوديو مرة أخرى. احنا اللي بنشكرك يا مريم حقيقي، شكرا ليكي. ويمكن انت جاوبتينا كمان على الملف الاكبر وهو ملف ميسي، احنا كنا فعلا عايزين نعرف التطورات وصلت لفين. انا بشكرك جدا، ويمكن هي جاوبت فعلا كل الاستفسارات. بس يا ترى هيلعب بقى بنفس الاداء المعتاد ولا هيلعب من غير نفس؟ اصل ده سؤال كويس جدا، بس انا من وجهه نظري ان هو لو ما لعبش باداء جيد هو اللي هيبقى خسران، لان هو كده بيقلل من نفسه. فانا اعتقد لا، ما عندهمش الحته دي طبعا يعني. بس انا قصدي اقول لك لما بيلعب اللعيب وهو فايق ومبسوط، ده كان احنا لما يبقى مودنا حلو وبنطلع على الهواء بيبقى فارق. طبعا طيب خلينا نروح بعد كده لاخر خبر معانا النهارده في فقرتنا الاخباريه، وهو فوز الدراج الكازاخي أليكسي لوستينكو بالمركز الاول في سباق المرحله السادسه لطواف فرنسا للدرجات الهوائيه. جاء الفوز بعد ان تالق الدراج صاحب ال 27 سنه في القسم الجبلي للمرحله، وهذا الفوز الاول له في مرحله في الطواف اللي بيشارك فيه للمره هنا الخامسه. خلينا نروح نتابع. قبل ما نطلع فاصل خلونا نفكر كل حضراتكم مرة تانية ان الزميل العزيز الاعلامي والفنان عمرو رمزي هيكون منور لنا الاستوديو خلال دقائق من دلوقتي. احنا عندنا اسئلة كتير هنسألها له، لو حد من حضراتكم عنده اي سؤال او اي استفسار ابعتوا لنا، واحنا ان شاء الله هنتوجه ليه بهذه الاسئله، وان شاء الله يكون لقاء لطيف مع عمرو. لقاء لطيف، واحنا بناكد تاني مهم جدا ان احنا نربط الرياضه بمجالات مختلفه، يعني الرياضه لا تنفصل عن السياحه، الرياضه لا تنفصل عن الفن، الرياضه لا تنفصل على فكره برضو عن المجتمع. فالرياضه
الرياضه حقيقي لو بصينا لها هنلاقيها في حياتنا كلها. فالفن والرياضه جزء لا يتجزا برضو، فاحنا حابين جدا يكون معانا كمان في الفتره القادمه بعض الفنانين ونسالهم كده عن حياتهم وعن الرياضه وممارستها، وهل في مثلا عادات معينه بيعملوها، هل كانوا بيحضروا ماتشات. واحنا هنا حابين كمان نستضيف يعني تحديدا النجوم اللي هم بيحبوا الاهلي واللي هم تحديدا اهلاويه. خلينا نروح فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا بكل حضراتكم مره تانية بثبات تام وبتركيز شديد جدا بتقف ضيفتنا العزيزه امام كل منافسيها في ساحات المبارزه. اعتادت تمارس ان هي تمارس هذه الرياضه وهذه اللعبه من اول ما كان عمرها 12 سنه بس، سرعان ما صنعت لنفسها اسم بيذكر في المسابقات الاولمبيه، حتى كانت الميداليه الذهبيه لمنافسات سلاح السيف فردي من نصيبها في دوره الالعاب الافريقيه اللي اقيمت في المغرب العام الماضي. ندى حافظ لاعبه سلاح السيف واللي شاركت في اولمبياد ريو 2016 واصبحت من اهم الاسماء ومن اهم النجوم في هذه الرياضه. صباح الفل عليكي ومنورانا، اهلا بيكي. صباح الخير، ازي حضرتك؟ الحمد لله. صباح الفل يا ندى. صباح الخير. اسم يعني الرياضه نفسها عملت مشكله في البدايه علشان هي السيف ولا الصبغ، عشان هي اصلا حاجه فرنش يعني في فرنسا كمان نشات. يعني خلينا نعرف منك بقى اصل كمان الاسم والرياضه نفسها. اوكي، هي الرياضه في الاول اللي الناس مش بتكون عارفين هي ثلاث انواع مش نوع واحد، كل نوع ليه اسم بتاعه وليه القوانين بتاعته المختلفة. أول نوع اللي أنا بلعبه هو سلاح السيف بالعربي، وبالفرنسي سلاح الصبغ. النوع الثاني هو سلاح سيف المبارزة وبالفرنسي إبي، وآخر نوع هو الشيش وهو ده الفلوري. وإيه الفرق بين الثلاثة؟ كل فرق بقى كل نوع ليه المكان اللي بنحط فيه اللمسة، الهدف بتاعه مختلف، اللبس بيبقى مختلف، بس هو من بره بيبقى شكلنا واحد، بس يعني يبقى فيه شويه اختلافات بسيطه. اول مره اخد بالي ان لبسي مختلف. ما مش بتبين قوي يعني. بس بيبقى برضو التارجت او الهدف اللي بنحط فيه اللمسه مختلف، وبيكون السيف نفسه شكله مختلف. مثلا سلاح السيف اللي انا بلعبه بيكون الهدف بتاعنا باللمس، مش بيبقى فيه يا اما توش يا اما لمس. انا النوع بتاعي باللمس بس، وبيكون في الجزء اللي فوق بالراس. سيف المبارزه مثلا بيكون الجسم كله حتى الجزمه، بس لازم بالتوش مش باللمس. واخر نوع الفليري بيكون بس في الجزء بتاع الجسم، وبيكون برضو بالتوشي اللمسه. توشي بالفرنسي. البرنامج بقى دولي يا اخوان، البرنامج ده عالمي. طب ندى، عرفينا عن اصل يعني نشات في فرنسا امتى، مين اللي كان في الاول يعني الناس اللي هم النوبل اللي هم اللي كانوا في الاول بيمارسوها؟ خلينا نعرف. هي اللعبه طبعا من زمان جدا، اكيد كل الناس كانت بتشوف الناس هم حتى في الافلام زمان كانوا بيلعبوا بالسيف مع بعض، هو ده كان حقيقي يعني ما كانوش بيمثلوا قوي. فاللعبه من زمان قوي وليها تاريخ طبعا عظيم، وهي اصلا فعلا نشات في فرنسا، عشان كده معظم الكلمات بتاعتنا بتكون بالفرنسي. يعني التحكيم حتى انغارت قي الي كله حاجات بالفرنسي. ف بس قويه في البيت وانت داخله اي مباراه. بس فكره ان السيف ورياضه سلاح السيف او يعني المبارزه بالسيف، مش تحسيها وخصوصا ان انت ابتديتيها بدري من سن 12 سنه على حد علمي؟ ده مش بدري قوي يعني بالنسبه للسلاح. بس انا قصدي اقول لك ان هي ممكن تكون اختيار صبياني اكتر للاطفال اللي في المرحله السنيه دي. صح كده؟ لا انا ما بحبش عامه موضوع ان هي اولادي او في الالعاب عامه، لان هي طبعا بس انا بتكلم ان يعني شيء ملفت للنظر ان في رياضات بعينها
بتلاقي ان نسبه المشاركه النسائيه فيها نسبيا اقل من المشاركه الرجاليه. بالظبط، بس هي السلاح تبان من بره ان هي فيها عنف او كده، بس هي العكس خالص. السلاح كله عباره عن تكنيك، ويكون في سرعه رد فعل، ويكون في سرعه في القوه، يعني الموضوع مش كله عنف يعني، لا خالص، ذكاء وسرعه رد فعل، وازاي تكنيك، وازاي افكر في اللعبه بسرعه تحت ضغط، يعني كل ده ما اظنش ان في فرق بين ولد وبنت. طبعا لما تيجي تتكلم عن الذكاء بقى خلاص خلاص كده المرأة عدت. احنا هنعرف نتكلم بجد، مفيش مقارنة. احنا بنسوعين، احنا مفيش مقارنة. فالموضوع مش عنف، ومش لعبة مش زي ما بيبان، لا الموضوع فيه وراه، احنا بنبقى بنفكر تحت ضغط كتير، انا هعمل ايه دلوقتي في الماتش. فلا يعني مش زي ما بيبان، مش صبياني. طب نادى معلش قبل ما نخش تفاصيل اكتر عن الرياضه وبطولاتك والكلام ده كله والاولمبيات كمان اللي انت كان عندك 19 سنه وقت ما روحتي وفزتي فيها، عرفينا اكتر عنك، يعني بتدرسي ايه دلوقتي؟ هي نعرف اكتر. انا بدرس في كليه طب قصر العيني. الله. انا رايحه سنه سادسه. كان نفسي الاولمبيات تتلعب في الوقت طبعا من غير الكورونا والحاجات دي، عشان دلوقتي هبقى بقى سنه سته وكده، بس الحمد لله ممكن ده يبقى احسن عشان الوقت بقى ان احنا نتمرن اكتر، يبقى عندي وقت اكتر. بالظبط. ف بس مدرسه طب. يعني انت دكتوره وبطله، مثال حقيقي محترم جدا بجد. باجر بجد، برافو عليك. طيب عايزين نعرف منك الرياضه بشكل عام في مصر، الرياضه دي تحديدا وضع مصر ايه بالمقارنه بالدول الثانيه اللي هي متميزه في اللعبه دي، وخصوصا ان احنا اهو عندنا ابطال وبطلات فيها. احنا فعلا بالمقارنه بدول العالم احنا بدانا دلوقتي نخش قوي، ان احنا بقينا عندنا فريق بتاعنا فيه عدد كبير متاهل لاولمبياد طوكيو ان شاء الله 2021. فابتدينا دلوقتي بقى عندنا جهاز فني كبير، بقى عندنا من اول مدير فني اداري، دكاتره، دكتور بنات ودكتور ولاد. اتحاد اللعبه. في اتحاد طبعا، ودلوقتي الموضوع بقى مختلف. يعني احنا قبل كده ما كناش بنسافر كل البطولات في الموسم، كنا بنسافر مثلا بطولات معينه لو سافرنا. دلوقتي الحمد لله بقينا بنشارك تقريبا في كل البطولات المؤهله للاولمبياد، وحتى الناشئين بقوا بيسافروا. الموضوع اختلف بشكل واضح، ان احنا بقى في جهاز كامل بالاداريين بالدكاتره، ما كانش عندنا قبل كده دكتور بنات ودكتور ولاد، دكتور للبنات ودكتوره للولاد. فالموضوع بقى عندنا كمان، كان حاجه مهمه قوي وانا شايفه كانت ناقصه السلاح، ان يبقى عندنا دكتور منتل، ان اللعبه بتاعتنا بتعتمد بشكل كبير قوي على الجزء النفسي، ان انا مثلا المود بتاعي او انا نفسيتي في الماتش، لازم حد يكون فاهمني وحد يكون عارف يعمل ده، فبقى في دكتور نفسي اللي هو التاهيل النفسي يعني. بالظبط، ده كانت حاجه ناقصانا جدا، وابتدت تبقى دلوقتي موجوده معانا حد كويس جدا. فانا شايفه ان كل ده ابتدى يخلينا نطلع لقدام قوي بالنسبه للدول الباقيه. يعني احنا كنا بنقول زمان هم جايين بفريق كامل، جايين بالدكتور بتاعهم، جايين بالطبيب النفسي بتاعهم او اللي هو المنتل كوتش يعني. دلوقتي احنا بقينا معانا ده، طبعا هنطلع خطوه خطوه، بس احنا قربنا قوي. وفي عدد كبير قوي من منتخب مصر السلاح متاهلين للاولمبياد في الثلاث انواع يعني. طب لو احنا اتكلمنا اكتر دوله في العالم يعني واخده مركز اول في السابق ده ايه بقى؟ تقريبا في الصبر ممكن بالنسبه للبنات هيكون روسيا، من اجمد البلاد عندنا في البنات، وفرنسا برضه. اوكي، سمعت ان فرنسا الاسم الاول اللي هيتقال من يعني هو روسيا وفرنسا اكتر ناس بيتنافسوا مع بعض في البنات صبر. اوكي، طب انت بتخططي ايه الفتره الجايه؟ هل في مثلا بطولات معينه حاطه عينك عليها وبتستعد لها؟ احنا دلوقتي كل هدفنا ان احنا عايزين نتاهل اولمبياد طوكيو اللي اتاجلت. ممكن زي ما قلت ان دي تبقى احنا خدنا وقت اكبر ان احنا نتاهل، فممكن ده يكون كويس ان احنا نتمرن احسن السنه دي فنعمل نتائج احسن هناك. دلوقتي المفروض الاتحاد الدولي قال ان اللعبه هترجع ان شاء الله من يعني البطولات الدوليه من اول نوفمبر، فاحنا بنجهز بقى لبدايه الموسم الدولي يعني. طب انا سمعت حاجه كده ما اعرفش انت تشرحي لنا اكتر، يعني انت بتحبي تلعبي كره قدم كمان صح؟ لا لا مش بحب ده حقيقي. اشاعات دي اشاعات، دي اشاعات تقريبا، دي اشاعات. لا ماليش خالص بجد، ولا بتتابعيها؟ وانا بتابعها الصراحه. يبقى دي اشاعه يا جماعه. الكلام ده كلام فعلا. طب ايه رياضه ثانيه غير مثلا الصبغه؟ اصل دي برده مش رياضه كومن لو هنتكلم بصراحه، هي مش رياضه مالوفه. فايه رياضات ثانيه اللي انت بتحبيها؟ انا كنت قلت لك جربتيها متأخر. حتى بدات عندي 12 سنه، ده في السلاح يعني سن كبير يعني، عاده بنبدا 8 9. بس انا كنت بلعب جمباز، فهو ده انا حاسه دي حاجه ساعدتني قوي في السلاح.
كنت جايبة أول فرد عام في جمباز تحت 11 سنة، فحاسة إن دي يعني كانت الرياضة اللي بدأت بيها، والجمباز بحسه بيساعد بعد كده على بقية بيساعد قوي في بقية الرياضات. أنت في حد ذاتك يا ندى يعني دليل على صحة المقولة اللي بتقول ما معناه إن ممكن جدا الإنسان يبقى متميز في الرياضة من غير ما يهمل بقية عناصر حياته من دراسة. أنت بتدرسي طب وبطلة وحققت إنجازات كبيرة جدا، فتقولي لإيه تحديدا حتى لأولياء الأمور أو الأهالي اللي بيخافوا على أولادهم من الإفراط في ممارسة الرياضة أو التدريبات على حساب الدراسة؟ أنا بحس الموضوع هو تعود، يعني أنا من وأنا صغيرة جدا بروح المدرسة، هو أنا عندي روتين في اليوم، حتى باكل في العربية، نروح نلبس بسرعة، عندي تمرين، يعني هو ده روتيني اليوم. أنا متعودة بلحق أذاكر بسرعة علشان عندي امتحان، يعني أنا هو ده. بس أنت طب بتذاكري بسرعة طبعا. يعني بتذاكري بسرعة بل كنت تأنيتي في الدراسة. بيبقى أنا بحس اللي بيلعب رياضة بيكون استيعابه سريع، يعني بحسه أسرع من كده. فأنا هو بالظبط زي ما حضرتك قلت أولياء الأمور، إن الرياضة مش بتعطل خالص عن الدراسة، العكس، هي بتخليه مش أذكى بس بيستوعب بسرعة، لأن هو مضطر، يعني هو مضطر يبقى في ده ومنظم أكتر تقريبا برضو. بالظبط، تنظيم الوقت برضو. أنا مثلا مامتي وأهلي، مامتي وبابايا كانوا على طول بيساعدوني على ده، فأنا شايفة إن دي حاجة حلوة. إن مستحيل هم نفسهم بيمارسوا رياضة؟ هم برضو كانوا يعني بيمارسوا رياضة، بس مش الطبيعي إن احنا نقول الرياضة بتوقف الدراسة خالص. في تنظيم وقت كويس قوي، اليوم في 24 ساعة ممكن نعمل فيهم كل حاجة. في ناس بتضيع ساعات اكتر بكتير حاجات غير الرياضه مش مفيده، فاحنا لو عملنا الوقت خلاص هو منظم على التمرين، على المدرسه او الجامعه. برضو بتفرق لما يكون الاب او الام او هما الاثنين معتادي ممارسه الرياضه، بتسهل مأموريه الموضوع اللي انا بكلمك فيه ده، غير لما يكون هما نفسهم بعيد عن الرياضه فبيقلقوا بقى من الممارسه، على قد استيعاب الموضوع ان هو عادي، ان هو يشوف ان في حد عمل ده عادي. يعني بحس ان هي حاجه يبقى في تفاهم، يعني تفاهم للموضوع، حتى لو هما مش ممارسين الرياضه يبقوا متفاهمين ان الموضوع مش بيعطل خالص، ما يضغطوش عليكي بقى من الناحيه الثانيه. بالظبط، بس بتجيبي جريدز كويسه ده يعني الحمد لله. طيب عايزين دكتوره برده ناكل الله ده شيء اكيد. حلوه الصور دي قوي برده، تقولي لنا كانت في اولمبيكس ريو في الاوبننج. بحب اليوم ده جدا، يعني بحب اركب خيل قوي. خيل بقى؟ طب ما انا سالتك رياضه ثانيه ده عشان تعرفي تعملي. دي هوايه يعني، بحب قوي اركب خيل. برافو عليك، ده واضح التمكن. انا لو مكانك بقى كان زماني على الارض. هي مخيفه شويه. ودي برضو في ريو الرينج ستاتو اولمبيكس. حاجه جميله لما الواحد يكون طرف في دوره اولمبيه. طبعا اكبر حدث تقريبا، اكبر حدث رياضي في العالم تقريبا، كل الرياضيين اللي في مصر او في العالم كله بيكون هدفهم الاولمبيكس. طبعا ده والدك؟ ده بابي في الجراديويشن. انا مش ثقيله بس هو يعني كان ملامح الفخر. ايوه. طب بصي يا ندى، انا هستغل وجودك معانا كنموذج لشابه مصريه ناجحه تمام على الصعيد سواء الرياضي او الصعيد كمان العلمي، وان شاء الله يبقى المهني في المستقبل، لان ممكن يكون بعض الشباب بيتفرج دلوقتي هو شايف انه لسه تايه، لسه مش عارف يعمل ايه. ممكن يكون ناجح في مجال بس لسه بقيه المجالات مش ناجح فيها. وانا بعتقد واحنا دايما الرساله بنوصلها خلال برنامج بنحاول نقول ان الشخص الناجح لازم يكون ناجح على الاصعده المختلفه. فرساله منك لهذا الشاب او الشابه اللي الى حد ما بيضيع وقت زي ما انت اتكلمتي على الموبايل، على السوشيال ميديا، على حاجات بجد هي يمكن هتمتعك في اللحظه دي لكن مش هتفيدك ابدا، بالعكس هتخسرك كمان في المستقبل. فانا عايزه منك مسج انت تطلع منك. اي مش لازم رياضه مع دراسه، اكيد الدراسه مهمه، اكيد اهالينا كلنا لازم نطلع دارسين حاجه مهمه. اهم حاجه يعني انا بدرس طب، انا بحب طب، يعني مش لازم حد يكون بقى اللي هو اشطر حاجه في الدنيا، بس انا بحب الموضوع فعارفه اعمله، بحب رياضتي فعارفه اعملها. مش لازم طب، ممكن اي كليه ثانيه، ممكن اي حاجه غير الرياضه، ممكن بيحب يلعب ميوزك، بيحب يرسم، عنده بيحب موهبه معينه، مهاره معينه، اكيد عنده حاجه يعني. صح اكيد. صح. فمش لازم الاثنين الاكزامبل ده خالص، ممكن اي جامعه ثانيه يكون برده شاطر فيها وعشان بس يكون بيحبها. يعني انا بالنسبه لي دي اهم حاجه، ما هو انا ممكن اكون في طب بس مش حباها مستحيل هكمل فيها، ممكن اكون في اي جامعه ثانيه انا ده انا شايفه نفسي فيها مثلا. موضوع كليات القمه وكده انا لا، يعني انا شايفه يعمل حاجه هو بيحبها احسن،
واي هوايه تانية ويحاول ما يقعدش يقول انا هضيع فيها وقت. لا احنا بنضيع وقت كتير قوي في حاجات تانية. فحضرتك ما بتضيفش بس في نقطه كمان مهمه قوي لو تسمحي لي، هي الاصرار. يعني انت اكيد دلوقتي قاعده معانا وبنتكلم عن نجاح وانت لسه صغيره في السن، بس اكيد انت ما وصلتيش لكده بسهوله. يعني بني ادم الناجح اللي احنا بنقرا عنه او بنشوفه سواء شخصيه محليه او دوليه، هو ما وصلش للي هو فيه ده بسهوله، هو اكيد واجه صعوبات كتيره قوي. فانت من خلال او يعني كنموذج معانا عايزه برضو توصلي رساله في حته الاصرار على النجاح. احنا اكيد بنخسر، يعني الناس لما بتشوف ان احنا مثلا طالعين بنقول كسبت بطوله وكذا، انا اكيد قبلها خسرت بطولات كتير. لما بيجي حد صغير في السلاح يقول لي هو انت ازاي بتكسبي، بيبقى شايف ان انا بكسب وهو لسه مش بيكسب، بقول انا كنت زيك، كنت اكيد بخسر واكيد كان في ناس اكبر مني بتكسبني وما كنتش يعني اصلا حاجه، بس لو كملت ما يأستش ان انا بخسر فخلاص انا هبطل اللعبه دي. بمناسبه الكلام عن الصعوبات، ايه الصعوبات اللي واجهتك لغايه لما حققتي الانجازات المهمه المحترمه اللي انت حققتيها؟ وطبعا عشان توصلي للمرحله دي وتوصلي ان انت تشاركي في دوره اولمبيه اكيد خضتي المئات والمئات من المباريات او المبارزات، فعايز اعرف برضو منك اصعب مبارزه او اصعب مباراه وذكرياتك بالدوره الاولمبيه اللي انت اشتركتي فيها. هو في مباريات بتكون بيكون الستريس او الضغط كبير فيها، حتى لو بتكون صعبه انا بكون اللي هو في بطولات عايزه اكسب، اي بطوله بنزلها ببقى قلقانه، حتى لو بطوله سهله انا ببقى قلقانه لان انا عايزه اطلع احسن حاجه عندي. وزي ما قلت لحضرتك لعبتنا محتاجه يبقى دماغنا صاحيه شغاله المود كويس، فاي بطوله بنزلها ببقى تحت ضغط اكيد. اكتر بالنسبه لي فترات بتكون صعبه لو انا عندي امتحانات مثلا مع بطوله فيها سفر، فدي بالنسبه لي بيكون ان انا اعرف انظم ان انا طب هاجل الامتحان، هروح البطوله، هعتذر عن البطوله، يعني ده بيبقى اكتر وقت فيه ضغط بالنسبه لي. ان انا هعمل ايه يعني ببتدي بوصل للناحيتين. يعني الحمد لله لحد دلوقتي يعني قدرت اعمل ده، بس يعني يا رب اقدر اكمل اللي عامله كده. البرنامج ده وشه حلو على الناس، خلينا الحمد لله الحمد لله هتطلعي من هنا طريقك هيتفتح يا ندى. وناويه تتخصصي في ايه بقى في الطب ان شاء الله؟ انا عايزه اتخصص اطفال ان شاء الله. حلو، حلوه قوي. بس لسه يعني نشوف هيحصل ايه. بس لان خلي بالك برضو لازم انا يعني طبعا ما اقدرش اقول لك، بس اكيد هيكون في لحد ما كفه لازم ان انت تركزي معاها اكتر. اكيد ده هيحصل في وقت، بس انا على قد ما بقدر احاول ابعد الوقت ده، يعني حاسه ان هو ليه ما كملش لحد ما اكبر؟ يعني عاده بنات في مصر مش بيكملوا لسن كبير مثلا، فليه ما نحاولش نعمل ده ونكمل لسن كبير جنب حاجه برده. ربنا يوفقك يا ان شاء الله. نورتينا وشرفتينا، وان شاء الله يكون لقائنا معاكي المره الجايه وانت مليانه للاستوديو ميداليات ان شاء الله. شكرا لكم. طيب احنا كده الفقره دي خلصت، فاضل فقره واحده زي ما كنا بنقول لحضراتكم، هي مع النجم عمرو رمزي. الناس ابتدت تبعت من دلوقتي اللي حابب ان هو يساله اي سؤال خاص بالفن او حتى الرياضه، لان احنا زي ما كنا بننوه في بدايه الحلقه احنا دايما حابين نربط الرياضه بمجالات الحياه المختلفه منها السياحه وغيره وحتى ممكن الاقتصاد على فكره، وكمان بنتكلم هنا عن الفن. ابعتوا لنا من دلوقتي لسه في فرصه. فاصل ونرجع نرحب بالنجم عمرو رمزي. يعني بصراحة الرياضة والفن من الحاجات اللي دايما كده بتساهم في بناء شخصية أي إنسان. احنا معانا واحنا كمان خلينا نقول ان احنا بنركز في البرنامج ده على كمان الجانب الرياضي عند الناس المعروفة، سواء فنان، شخصية معروفة، شخصية عامة. معانا زي ما كنا بننوه في بداية الحلقة النهاردة النجم ولا الفنان ولا الاعلامي، هنا نرحب بعمرو رمزي. يا صباح الفل صباح عليك. صباح الفل. ما ينفعش تكون معانا صباح العسل لما تيجي بتريت ملهاش حل. الناس لسه عايز اقول لك انت عملت شغل النهار بالبرنامج ده. أيوة. والله العظيم صحيح منور الدنيا. ربنا يخليك يا كريم. صباح الفل. لا هي كسرت الدنيا انا فاكره رمضان 2007 و2008 انت كنت هتعمل مفروض 30 حلقه بس خليتهم 60 حلقه لان البرنامج نجح جدا وقتها. هم قبل ما يتعرض بقوا 60، لان احنا اول ما بعتنا الحلقات صبح الناس الاول طبعا اول ما بعتنا الحلقات للشركه المنتجه يعني وكده، فقالوا ده لو اتذاع منه حلقه خلاص اتكشف ومش ممكن هينفع تستضيف حد تاني. طبعا. فبسرعه بعتوا شنطه فلوس تانيه. هو ده في اشاره لمصداقيه البرنامج على فكره، النقطه اللي انت بتقولها دي كانت حاجه بس هو كان صعب انك تسجل بقى في حوالي 20 25 يوم، اقل من 25 يوم، 60 حلقه
كان كان صعب قوي، ضغط كبير. اول سؤال جالنا اول ما نوهت نهواند في اللينك الاولاني من السؤال ده معايا كده، خش عليه بالسؤال الاول كده. السؤال كنت كاتباه في الورقه الثانيه، بس السؤال الاول واحده كانت بعتت بصراحه مش فاكره اسمها، لان كنت كاتباه في الورقه الثانيه، كانت بتقول لك هو انت يا عمرو متجوز ولا لا؟ الاجابه اجابه ايه؟ قلت حاجه؟ قابل يا استاذ، قابل يا استاذ. او ده السؤال الاول، طمن الجمهور، طمن المعجبات، طمن ان شاء الله، طمن على كل واضح ان الفكره سؤال الثاني اصلا. لا خلاص احنا مش عايزين نبدا دلوقتي الاسئله، انا عندي اسئله انا وكريم لسه براحتكم. بص اصل الفكره في احنا زي ما كنا بننوه، احنا يعني مش بس هنتكلم عن الفن والبرنامج واعمالك، لا احنا عايزين نربط بالرياضه. احنا عارفين انك اهلاوي جدا، فاحكي لنا كده زمان كنت بتروح تحضر ماتشات، قصتك مع النادي الاهلي ايه برضو، وقصتك مع الرياضه ايه يعني؟ شوفي انا 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 صاحبت واحد صاحبي مخصوص عشان كان ساكن جنب استاد المنصوره. انا من المنصوره، فكان طبعا لما الاهلي بيجي دي كانت بتبقى قصه كبيره، خصوصا كنا عارفين ان الاهلي كان ياسر ريان ووليد صلاح وعماره كان من جنبنا وبتاع، ففكره انه الاهلي بيلعب في المنصوره دي انت مش متخيله يعني كانت بتبقى كبيره ازاي. ففي يوم انا واصحابي قاعدين بنتكلم وبتاع، فجت سيره واحد صاحبهم خلاص انه يعني ايه ما حدش بيطيقه، بس هو ساكن جنب الاستاد. هو غلط اللي انا قلته ده ولا ايه؟ لا الصراحه انا بحسبها صراحه حلوه، صراحه حلوه. كمل يا عم. فهو ما حدش بيطيقه بس هو ساكن جنب الاستاد خلاص. فالانسان جنب الاستاد ده اكيد هيعوز يعني عشاء في مره، تعزم على السينما مره، لازم قبل ميعاد الماتش بفتره يعني كده عشان نبقى كلنا في البلكونه بقى. طبعا لان طبعا عشان تلاقي تذكره في الاستاد اصلا وقتها خلاص التذاكر كانت بتبقى غاليه يعني، او بالنسبه لنا احنا غاليه طبعا، طلبه بقى وبتاع فكنا لازم نبقى موجودين في البلكونه، اللب والبتاع والحاجات وكاشف الملعب كله. انت قاعد فوق يا باشا بقى، الله. انت في الدرون، انت طياره لوحدك طبعا. بس فكانت فكره ان انت اصلا بتحضري للماتش اسبوع بحاله، اما كان منصوره بقى في الممتاز يعني اسبوع بحاله، دي كانت قصه كبيره. وكنا حافظين، انت شايف اللعيبه قد كده اهو طبعا، بس انت حافظ من جريته وبيقف على الكره ازاي وبيلم لجوه ولا لبره وبيعمل مش عارف، انت قاعد مركز جدا فتعرف ده مين وده مين فلا لا كانت احنا هتلاقي الاسئله بتاعتنا انا ونهواند بتتراوح ما بين الرياضه وطبيعه الحال الفن. انا بقى عايز اقف في الفن عند تجربتك مع النجم عادل امام، لان دي ما ينفعش ما نعرفش يعني خلاصه تجربتك دي تقول عنها ايه. والله بص هي انا دايما اقول عليها ايه، دي يعني مشروع التخرج، او دايما اقول عليها ان هي الشهاده الاساسيه. انت خلاص انت بتقعد تجرب في حاجات كتير مع اساتذه كبار او مع شباب زيك وكده، لغايه لما تيجي فرصه انت ممكن لاول وهله تحس انها اكبر منك، يعني ايه ده، هو بجد، هو يعني هو اللي مختارني، طب هو اللي هو بجد، طب هو اللي قال عمرو، طب هو طب ليه، طب كل الاسئله دي بتدور، بس ما بتساليش كام حلقه، ما بتساليش مساحتي قد ايه، طبعا بعتولي مفيش البتاع ده. فاول ما بتحصل الاستاذ، ما هو كلمه الاستاذ دي بقت ايه، معروف مين الاستاذ طبعا، فبتبقى خضه كبيره جدا الاول، وبعدين بتبتدي واحده واحده تقولي ايه، ما هو طيب ما هو انا ما بفهمش بس هو بيفهم اكيد يعني اكيد هو عارف انا ما بعرفش انا ما عنديش خبره، بس هو عنده خلاص يبقى هو شايف حاجه صح، فبتاخدي ثقه. كانت الدنيا عامله ازاي؟ اللوكيشن تحفه يعني، احنا كنا في وقت صعب وكل حاجه في 2011 2012، لكن احنا يمكن ده اللي خلانا اكتر نبقى قريبين اكتر من بعض، واتكلمنا في كل حاجه، اتكلمنا في السياسه واتكلمنا في الدين واتكلمنا في الفن واتكلمنا في كل حاجه تتخيلها، عشان الفتره اللي قعدناها مع بعض كانت طويله جدا، لانه احنا كنا المفروض نعرف في 2011، ما حصلش نصيب طبعا، تعطلنا فعرضنا في 2012، فقعدنا مع بعض سنه. جدا بس طبعا انت ما اشتغلتش مع مجرد نجم استثنائي، انت اشتغلت مع صفحه من صفحات كتاب التاريخ بالظبط كده. احنا كنا في دوله مش عايز اقول اسمها يعني دلوقتي خلاص، ونصور
وبعدين هما ما بيتكلموش عربي، هما بيدعوا ان هما ليهم علاقه بالعربي يعني، بس ما بيتكلموش عربي. بتضحك ليه؟ عشان انا عرفت تقريبا تقريبا عرفت. اوكي. فقالوا انتوا بلغتهم يعني مين اللي معاكم السوبر ستار ده، مين اللي معاكم يعني؟ فقال لهم لا ده مش سوبر ستار، ده ميجا ستار العرب. فقالوا لنا اكتبوا لنا اسمه بالعربي على جوجل على التاب كده. فكتبنا اسمه بالعربي على التاب وهم خدوه وخلاص وبدانا شغل واليوم خلص. تاني يوم الشباب دول دخلوا على جوجل بقى بالعربي فشافوا النتائج بس ريزلتس. فلقوا مش عارف 46 مليون خبر في. فعايز اقول لك ان هم احنا رحنا التصوير احنا بنوصل متاخر، احنا طبعا صيع والاستاذ بيجي بدري عننا دي معلومه يعني. فهو قاعد قدام الكرفان بتاعه في الشمس وهم جايين واقفين صف وبيسلموا عليه وبوس ايده. يا سلام يا سلام يا سلام. ده بس لمجرد ان هم اطلعوا على التاريخ، هم بصوا لقوا نفسهم في تاريخ بقى المنطقه العربيه كلها. فكانت لحظه احنا اتخضينا. احنا انت عارف برضو احنا ايه يعني، مع الوقت كده بيبقى في شويه يعني كله استاذ وبتاع وجو كده اللي هو يعني ايه في استهبال كده خلاص. حتى يعني حتى محمد يعني فبقينا ايه واقفين نتفرج على المنظر. انتوا يا جماعه احنا اتخضينا خلاص. هم كشباب صغير عرفوا من حجم الداتا اللي عن الراجل ده خلاص هو بيمثل ايه في تاريخ المنطقه العربيه. طبعا بس كانت لقطه يعني خاطفه جدا بصراحه. كلام حلو جدا. تعالى بقى نرجع تاني لبدايتك، وكانت بدايتك انت عملت حاجه قبل حلم بينهم خالص كانت البدايه. طب معلش يعني ده سؤال وانا صغيره بقى مش احنا الفرق السن إيه؟ مش كبير بس 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 طب يا جماعه احنا واحنا صغيرين كنا بنتفرج على عمرو. فعلا يا عمرو والله هطلع بقلص بقى. وانا بجد كنت عايز اعرف طيب يعني ازاي حد لسه جديد والثقه اللي جت ان انا هختار الشخص ده؟ ما احنا عايزين نفهم. انا اشوف من 2007 مستنيه اجابه. بصي هو انا هقول لك على حاجه يعني نهدى ورا ده بنرجع لك. ايوه لقطه بس كده. بص يا ستي انا كنت بشتغل مسرح زمان طبعا. فالمسرح بيعلم انه الواحد يبقى واقف قدام على الستيج كده خلاص والجمهور قدامك. انت طبعا فنان وفاهم، الجمهور قدامك كده اللي بيهرش واللي بيكلم صاحبته واللي بيتاوب واللي بيتاوب واللي انت بتقولي اعلى افيه في المسرحيه هو تبقى محبطه جدا في الحاجات دي. فبتتعودي تعملي حاجه اسمها بيعلمونا حاجه اسمها الستار الرابع، يعني كان في ستاره بينك وبين الجمهور، ستاره انت شايفاها وبس هو مش شايفك، اللي هو اشتغل وسيبها لله. فانا كمان كنت مقدر التجربه. امتى هتديني فرصه في 25 يوم ان انا اشتغل مع 60 نجم من نجوم الوطن العربي؟ ما حصلتش يعني. في ناس بتبدا حياتها، في ناس تبدا حياتها وتنتهي ما مثلش مع 60 نجم. صح صحيح طبعا. فكنت مقدر التجربه جدا، فقلت هي نتوكل على الله ويعني يا تنتن يا تنتن. قلت هي خبطه ويكفي جمهور الناس دي كلها للحكم عليا يعني اذا اتفرجوا فهيتفرجوا، يمكن يتضايقوا شويه في الاول ان ده النجم بتاعهم وبيحبوه بتاع، بس الجمهور وعنده وعي وفاهم ان ده مقلب طبعا. طبيعي في المقلب بلبس طبعا وش غير وشي عشان اقول لك بخ يعني. فتوكلت على الله. اول حلقه كانت خضه يمكن شويه خلاص، لكن قعدت احسبها. طب ما انا هفضل مخضوض، طب ما انا يعني ما انا كده انا اللي هتبهدل، ما انا كده انا اللي ايه يعني. فدوست يلا بقى. انت استفزيت 60 نجم ونجمه، مين اكتر واحد بجد كان مستفز منك وما كانش قادر وخفت منه برضه يعني داري رياكشناته؟ شوف هو كذا حد مش واحد بس كذا حد طبعا طبعاً. يعني عمال افتكر. هو تعال نقول اعلى ثلاثه او اعلى خمسه، اعلى من حيث الرياكشن. اعلى ثلاثه خالد سليم يعني نمره ثلاثه خالد سليم. خالد نمره طبعا ما شاء الله عليه طبعا. كان بيروح الجيم لا وكان بيروح الجيم وقتها مداوم على الجيم فريح عليا في الكواليس بس كده وقعد يقول لهم لا بس برنامج جميل وانا رايح على رقبتي. برنامج جميل جدا والله ولذيذ ولطيف وولد كويس وليه مستقبل وبتاع، وانا يعني مش قادر اخد نفسي. ده خالد. في طبعا سعيد صالح الله يرحمه، فنان كبير سعيد صالح مع حفظ الالقاب يعني. برضه طبعا طبعا عامل معاك حلقه الجنه. عم طلعت الله يرحمه. بص انا كنت ماسك نفسي من الضحك بالعافيه، وهي الحلقه طلعت ترند تاني اليومين دول بشكل غريب يعني، لان هو تلقائي وانا تلقائي. فانا ايه
احضر الحاجه اقولها له بص ليه راح مجاوب بسرعه وفي حته ثانيه خلاص بتعمل ضحك بعمل ضحك بس مفيش اي هدف فخلاص هو بوظ لي اللي انا هقول يعني لسه هعمق انا وهكلك على الحاجات الاقيه راح في حته ثانيه وكمان اللي لاحظت كده كان الفنان سمير غانم انت كنت عملت تضحك برضه انا خدت بالي اول حلقه ما انا بقول لك بقى في خضه بقى انا اول حلقه بقى جاي جنتلمان زي كريم كده وبدله وبتاع وايه بقى ومذيع بقى فالراجل ده انا بضحك عليه طول عمري ايوه طبعا محدش بيقدر وبعدين هو قاعد قدامي انا مش شايفه قاعد انا شايفه ماشي ماشي تتبطل انا مش شايفه قاعد فانا عمال اضحك بس فانا عمال اضحك على كل حاجه بيقولها لغايه اما خدت بريك بقى ودخلت جوه في الكواليس قلت لهم يا جماعه انا هلعب حاجه كده مش هينفع انا بضيع وانتوا هتضيعوا لو انا قعدت اضحك مش مفروض ان انت تضحكي طبعا طبعا فلو قعدت اضحك احنا كلنا هنضيع بالصلاه على النبي فاحنا ايه شنطه الفلوس هترجع يعني بالظبط كده كانت شنطه صغننه مسكينه فاحنا قلت لهم انا هعمل كاركتر كده وربنا بقى يستر بقى وبتاع اللي هو كاركتر المذيع اللي عايز يبقى المذيع وعايز يبقى والمنتج في نفس والمخرج طمان بالمره والمنتج والشله كلها خلاص فهو اللي بيقول كل حاجه فهو اللي بيكلم الكاميرات و 3 2 1 هو اللي بيكلم الجمهور وهو طبعا اللي بيكلم الضيف و فده كاركتر الشخص المسيطر قوي ده جالي وقتها كده وربنا كرمني فيه فمشيت بقى لما اذا كانت مشيت مع سمير غانم هتمشي مع اي حد خلاص انت استضفت لعيبه من الاهلي كمان انا فاكره طبعا طبعا كنا بقى استضفت وائل جمعه صخره واستضفت بيبو صغير خالد بيبو واستضفت عماد متعب طبعا حبيبي واستضفت عصام الحجر انا فاكره حلقه كابتن عصام نتيجه اللي انت عملته اكتر حد طبعا بص هم هو اغلب واحد عماد ما يتعب رغم انه مهاجم وسترايكر وبتاع بس اغلب واحد عماد اللي طبعا لازم يطجن وعصام الحضري طبعا لازم يعني حبيبي يعني فعصام طبعا كان لسه ايامها لاعبين ماتش مع برشلونه بمناسبه مئويه وكنا خسرين 4 وكان هو اللي واقف فكل شويه انا شاور له ان ايه ها الاربعه ايه وبتاع فهو يغلي طبعا يغلي طبعا وبعدين كنت لابس له اخضر عشان ايه يعني انا ايه اتحداوي وبتاع فيقول لي هو طب ما احنا كسبانين الاتحاد اقول له طب يا عم ماشي بس انتوا خسرانين من برشلونه فقعدنا نيجي في الحكايه لغايه اما قال لي ايه انا عايز اشوف الاسئله فقلت له خد يا عم شوف الاسئله فبص لقى الكيو كاردز دي فاضيه اوكي فقال لي ايه دي انت بتقول من دماغك قلت له انا بقول من دماغي انا المنتج قلت له انا بقول من دماغي انا حر انا الكل في الكل هنا فاتصدم وسكت خلاص بس كانت حلقه لطيفه طبعا هو جدا شخصيه جميله جدا كمان على الحقيقه كابتن عصام جميل عصام جاري كمان انا منصور عضو مياط يعني فاحنا جنب بعض يعني حلوه فكانت حلقات حلوه واستضفت خالد غندور في حلقه كمان كان عندي 5 ضحايا من الرياضه في البرنامج طب انت بتجهز لايه بقى الفتره الجايه يا عمرو وخصوصا ان انت ودي برضو كانت من ضمن الاسئله برضو سؤال اتبعت لنا ان انت لفتره اختفيت من تحديدا المجال الاعلامي بالظبط بص انا عملت برنامج من 5 سنين على قناه من القنوات يعني والبرنامج اتحط على المنصه بتاعتهم يعني البرنامج كان منتشر جدا وكان منتشر طبعا. في الشارع وكل حاجه وبتاع لكن البرنامج اتحط على المنصه بتاعتهم فمجرد ما اتحط على المنصه طبعا برضو هو كان بعد فتره من حلهم بينه لكن مجرد ما اتحط على المنصه فالناس اعتبرته اغلب الناس اللي ما عندهاش المنصه دي اعتبرته مش موجود فاتحسب بالنسبه لي انه عند جمهور المنصه دي ده برنامج جميل ورائع ولما بروح الخليج بيقولوا لي ده يجنن والكلام ده كله انما ما اتحسبش هنا لان احنا جمهور المنصه دي قليل هنا في مصر خلاص فبالتالي ده وراه مثلا مسلسلين على قنوات مشفره وده مش بمزاجنا انت عارف احنا بنعمل حاجه مش عارف الانتاج هيوزعها لاني قناه يعني هو حر الانتاج هيبيعها لمين احنا ملناش فيه مش شغلتنا يعني فعلى قنوات خاصه في 3 سنين ورا بعض او 4 سنين ورا بعض فما وجت كده بقى بس هل يمكن انت يا عمرو صراحه يعني هتجاوبني انت يمكن شتتت نفسك يعني انت كنت بدايتك اعلامي ونجحت جدا مش نجاح عادي لا ده نجاح يعني ساحق وبعدين دخلت غير البرنامج ده اللي انت بتتكلم عنه دخلت التمثيل فهل تشتيت ربما هو اللي اخرك شويه ولا انت مش شايف لها علاقه انت كنت حابب ده وده مثلا ملهاش علاقه ما هو مش ده وده انت لو تيجي تحسبيها
انا ما كنتش مذيع في حلو بينهم، كنت بمثل. انا ما كنتش عارف ان انت كمان مخرج. صحيح. ده معلومه جديده عليا، اول مره اعرفها. لا دي اول مره برضه. يعني ومارست الاخراج بالفعل الفتره. الفتره طويله. يعني اخر قعدت فتره طبعا مبطل شويه برضو بسبب الشغل يعني في قدام الكاميرا، وبعدين عملت برنامج كان هو ابو حفيظه، وبعدين بطلت بقى من ايامها. قعدت لقيت نفسك في التمثيل وفي هو انا عايز تمثيل اكتر يعني طبعا. لكن اما بيجي حد صاحبي مثلا يقول لي انا في فيلم قصير وعايزك تساعدني فيه بروح اساعد، اما يجي حد بيقول لي في كذا كذا ويعني عايز اقعد في المونتاج اظبط حاجه فبروح اقعد معاه. يعني نرجع بقى للاجابه السؤال، انت اصلا شايف ان انت ما كنتش اعلامي، انت كنت اصلا حتى البرنامج كان تمثيل الى حد كبير. قصه ان انا ابقى مذيع محايد دي خلاص انا لعبتها مره واحده في البرنامج الخاص اللي بحكي لك عنه ده اللي كان في القناه الثانيه يعني، وهو ده اللي هو انك فكره ان انت عمرو، ما هو مذيع يعني كريم ويعني نهواند يعني عمرو خلاص، لكن انا في حلهم بينهم ما كنتش عمرو، انا كنت عامل كاركتر. ايوه صح. يدخل ويبلعه الستين نجم اللي احنا مستضيفينهم، فمش ما كانش عمرو. انت عملت حاله، خليني اقول لك، هي مش بس تمثيل، انت عملت يعني خلي بالك برضو انت كان عندك بيزكس المذيع، يعني اصل مذيع امتى يقاطع الحاجات دي برضو مش اي ممثل يعرف يعمل. بعمل العكس. تنتهز فرصه الرياكشن الضيف اللي قدامك وتعمل مثلا حركه تضايق وتقول كلمه تضايق، دي برضو ذكاء، لازم يبقى في عندك سنس المذيع. فانت كنت يمكن جامع بين الاثنين بشكل رائع. يمكن يعني. يمكن يعني هي الحمد لله، بصي كان في توفيق من ربنا كده، بس هي فعلا بتعتمد على ان انت رايحه تضحكي، فما دام هتضحكي هتصطادي حاجات صغيره كده للايه؟ للشخصيه اللي قدامك. اصل اللي انت عملته ده حاجه صعبه على فكره، وانتوا بتتكلموا وانا عمال افر في الاسئله اللي جات لنا، لقيت ان يعني تقريبا في سؤال واحد بالكاد، الباقي كله ترحيب بيك ويقولوا لك منور منور بيتك النادي الاهلي، وثناء بشكل ملحوظ على البرنامج اللي كنا بنتكلم عليه. السؤال الوحيد اللي يتقال عليه سؤال يعني حد بعته بيسالك على اصعب مباراه تابعتها وكنت فيها على اعصابك للنادي الاهلي. لا هو كتير يعني. مش كده برضه؟ سؤال مش سهل يعني. ما هو احنا زي ما احنا بنقول الاهلي بيجيب اجوان في التسعين خلاص، فاحنا اعصابنا بتتحرق للتسعين طبعا. في كم ماتش كده اعتقد يعني كان اصعبهم بتاع الصفاقسي. اصعبهم اللي كان تعادلنا هنا 1-1 ورحنا هناك طبعا جبنا جون في الدقيقه 94 اللي هو من شادي محمد لفلافيو لابو تريكا، شادي محمد متعب فلافيو ابو تريكا. بص بقى ده كان. بص يا عمرو، احمد علاء بيقول لك صباح الخير، طبعا في البدايه ليا طلب مش سؤال لعمرو رمزي، عايز جزء جديد من حلهم بينهم بس يكون حصري على قناه الاهلي. يعني على فكره فكره حلوه بس مش هنخليه كده بقى يعني عشان الفكره، بس دي تبقى حاجه والله كويسه. والله نفكر يا احمد ان شاء الله نفكر. حلو ان الناس لسه لحد دلوقتي عايزه تشوفك في الشكل ده كمان يا عمرو، شايفه ده نجاح يعني على مر السنين بجد والله. الحمد لله. انا بيتعمل لي كميه منشن في البرنامج اليومين دول رهيبة جدا، وكمية كوميكس بتتعمل اليومين دول على حلقتي أنا وسعد الصغير مثلا، وعلى خالد صالح الله يرحمه، وعلى سامو زين، الضحكة بتاعت سامو زين. أيوة أيوة. في البرنامج أنا ضحكته خلتني مقلوب على ظهري وعمال ارفص من كتر الضحك، ضحكته بس خلي بالك، ناهيك عن الاستفزاز اللي هو كان مستفز منك، بس ضحكته كانت فظيعه. وفي فيديو معمول بقى على ضحكته ده على اغنيه لقيت الطبطبة، روح اتفرج عليه، مش هينفع نعرضه يعني. روح اتفرج عليه على اكيد اكيد حاول ده. طب عمرو احنا عايزين نطلع فاصل، تطلعنا انت ايه رايك؟ نطلع فاصل. اتفضل يا فندم. ماشي يا فندم. اعزائي المشاهدين والمشاهدات، ايه الفشل اللي انا فيه ده؟ لا لا انت ماشي كويس. اتفضل. جمهورنا وجمهور الاهلي وجمهور قناه الاهلي العظيم، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، لسه لقائنا الممتع مع النجم الجميل عمرو رمزي مستمر، ولسه عندنا اسئله كتير جدا وفي حاجات كمان. انا كنت نزلت صوره ليك على تويتر عندي وقلت لو حد حابب من الجمهور يسال اي سؤال، ففي كتير قوي بس هحاول انقي كده معاك شويه. خليني اقرا لك كده مثلا. صباح الورد، تحياتي ليك، انت ليه بعيد اليومين دول؟ عايزين نشوفك، وحشتنا. ده من الاستاذ مصطفى كمال. اقول لك كذا سؤال ورا بعض ولا ماشي. أوكي. نيجي بعد كده. ده بيسالك راي الفنان عمرو رمزي في وسائل التواصل الاجتماعي،
اوكي. بعد كده بيقول انا مش قادر انسى 3 2 1 وبعدين التكشيره بجد كنت بتضحكنا قوي. وبعدين نبيل زكريا بيقول لك الفنان ليه في الكوره ولا لا؟ ايه اول ماتش اتفرجت عليه؟ ده استاذ راجح فخري. واحد تاني كاستاذ كمال قاسم بيقول لك بجد احسن واحد عمل مقالب في مصر. طب خليها عشان نكمل عشان ما ننساش. هو عشان ما ننساش يعني انا اتفرجت على ماتشات كتير جدا وانا صغير، مش يمكن مش فاكر اول ماتش بالظبط دلوقتي، بس اتفرجت على ماتشات كتيره جدا طبعا، وكنا بنتفرج على كل ماتشات المنتخب. ده امر طبيعي يعني قبل قصه التشفير والكلام ده يعني. وما عملتش حاجه تانية ليه، هعمل ان شاء الله باذن الله يعني. وايه تاني؟ مين هو مين اكتر لاعب تقريبا طب انت مين اكتر لاعب صحيح بتحبه في الاهلي؟ لا الاهلي، ما هو الاهلي ما ينفعش تقال عليه اكتر لاعب يعني. الاهلي ده يعني هو المصنع ده بالظبط كده. هو حسب كمان الزمن يعني، زمان صالح سليم كان يعني لسه هقول لك يعني هو بالزبط. هو الفكره بقى مين اللي جه عمل بصمتين، البصمه الرياضيه سليم. خلاص وعمل بصمه فنيه ثم، او مين اللي جه الاهلي خلاص اسس حاجه موجوده لغايه دلوقتي ماشي. هي دي الفكره يعني. فاحنا دايما بنقول انه اللي اسس الحاله دي من الالتزام صالح سليم. صحيح. اللي اسس الحاله دي وكاريزمته من كاريزمة النادي الاهلي بشكل عام، وشخصيته من شخصية النادي الاهلي، فلقت عليه يعني، عشان كده الحكايه لايقه عليه. صحيح. خلاص الحكايه لايقه عليه، دي الفكره يعني. حلو قوي. طيب ليك صور كتير يا عمرو في اماكن سياحيه وتراثيه، واحنا دايما تبصيره السياحه دي نربطها دايما بالظبط كده. يعني هل في سبب ولا ده مجرد شغف شخصي؟ لا ده انا بحب الحاجات القديمه جدا، عشان كده البرنامج حتى اللي عملته كان ليه علاقه بالحاجات القديمه. بالظبط كده. بحب الاماكن جدا، لان الاماكن بني ادمين يعني، الاماكن بني ادم بشر. مين عايش فيها دلوقتي، مين كان عايش زمان، الحاجات دي كلها. عندي كميه صور للحاجات قديمه، منها سواء دي في خان الخليلي. ده انت بتلعب كوره هناك ولا دول كانوا بيلعبوا كوره؟ وانا كنت بصور البرنامج، والبرنامج ده في الشارع اصلا. فالشباب عرضوا عليا ان انا انزل العب معاهم، ونزلت وربنا كرمني جبت جون، غالبا هم فوتوا لي يعني، بس طبعا الحمد لله ربنا كرمني يعني، ويعني جبت جون. فكان يوم حلو اهو. لا والبرنامج ده كمان كان جماهيري قوي الحقيقه، يعني في احتكاك مباشر مع الناس، ودي كانت من ضمن عناصر القوه اللي فيه. بالظبط بالظبط. هو كان مهم قوي في الوقت ده. انا كان عندي نفسي اعمل حاجه في الشارع، عشان كان الشارع يخوف ايامها، كان في حوادث ارهابيه وكده. فكان نفسي اعمل حاجه ليها علاقه بانه لا البلد دي امان وهتفضل امان. بالظبط. فلما جت فكره البرنامج ده انا قلت فورا انا يلا انا هعملها، موافق. اتحضرت في اسبوع، عايز اقول لك في اسبوع العربيه دي اتعملت في اسبوع وطلعت النتيجه الحمد جميله جدا هي في الاخر. واللوك انت كمان كنت عامل لوك معين، ده منظر انتيكا يعني دي في طنطا. انا رحت بالبرنامج ده 8 محافظات منهم اسوان. يعني العربيه دي سافرت اسوان واحنا سافرنا وراها وصورنا حلقه هناك. بص دي في طنطا برضو. جميل. الله حلو. الضحك كان ازاي بيك يا عمرو هناك؟ لا 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 لا. حاجه عظيمه طبعا. الحمد لله الحمد لله. كان انا عايز اقول لك عملت حلقه في جامعه المنصوره، كانت حاجه غريبه قوي يعني. احنا وقفنا على باب الجامعه، فعشان نبعت نستاذن حد في الجامعه ان احنا ندخل الجامعه، ده صعب جدا. جامعه المنصوره يعني كمان شديده جدا. فرئيس الجامعه بعت لي وصرح ان احنا ندخل كل العربيات بتاعه الكرو، وده صعب جدا برضو. عايز اقول لك انا مجرد ما دخلت الجامعه، كانت دي الحلقه السادسه او السابعه في البرنامج، مجرد ما دخلت الجامعه المدرجات كلها نزلت من الجامعه، الدكاتره بالطلبه فكانت مظاهره رهيبه يعني. حلو جدا. يعني كانت انت يا عمرو بجد موهوب، دي مش مجامله، يمكن مصر كلها الوطن العربي اللي اتفرج عليك عارف دي فيك. انا بتمنى ان انت تكمل في التمثيل وتمتعنا، وعايز اقول لك وجهه نظري. انا شايفه يا عمرو بجد رغم ان انت كوميديان وضحكتنا، بس انت تنفع قوي في الادوار الشرير. انا شايفه كده. انت شايفه كده. ممكن طبعا لو شفتي مسلسل، مش عايز اقول اسمه طبعا دلوقتي يعني، عملت فيه دور شرير يعني. لا اقول عادي، بيت السلايف اسمه، بيت السلايف. عملت فيه دور شخص في نقلتين كده حصلوا في حياته، فالنقله الثانيه اصبحت ان هو يعني
شخص فاسد تماما ومجرم وكده, وهو بيقتل البطل في اخر المسلسل. فده كانت بالنسبه لي غريبه, بس انا يعني بحسها حته عندي برده ممكن يعني ممكن تتعمل برده. فالمخرج شافني فيها فيلا قلت له يلا جد. بخلاف قدره الفنان او امتلاكه لادواته وقدرته على التشخيص, بس ممكن جدا يبقى فيه نمط معين من الشخصيات انت حابب تقدمه وما جاتلكش الفرصه لغايه دلوقتي. يعني انت ممكن تلاقي نفسك الى حد كبير اتحصرت في نمط معين من ادوار نتيجه نجاحك فيها في في البدايات. ودي مشكله يعني قائمه من قديم الازل. بتتحايل على الموضوع ده ازاي؟ هو دي بنسميها المخرجين حصرون. ايوه يعني المخرجين حصرون. بتطلع بقى من الحصار ده ازاي؟ بطلع ان انا ما بقبلش كل حاجه بتجيلي. يعني انا كتير جدا بيجيني حاجات شبه حاجات. انا بعد حلهم بينهم مثلا جالي حوالي 42 برنامج مقالب على كل المستويات, بس هم كلهم شبه حلهم بينهم. منهم حاجات يا تبقى شبه حلهم بينهم بالظبط, يعني اعملها شبه حلهم بينهم وتبقى فيك. حلو ان انت عندك قوه الرفض. يعني مش كل الناس على فكره برضو عندها. لا هو متعه دي لطيفه يعني جدا. هي متعه ان انت تبقى قادر تميز كمان, اصل انت بعد وقت لما بتاكل كل حاجه ما بتعرفش تميز الطعم. صحيح. لو هم عملوا تقريبا اجزاء تانية كانت من اللي هي بعدك كمان وكمان من الاخر هم عملوها. بس اعتقد انها لم تنجح يعني النجاح اللي نجحت. لا نجحت يعني نجحت وقدموها زملاء يعني شطار. لا اقلل بس انا بقول لك الواقع, يمكن ردود الفعل مع الناس اكتر هو الجزء الاولاني بتاع 2007 2008 حلو دايما على الاصل ده. ايوه هو ده اللي انا اقصده. الخطفه الاولانيه. بالظبط. طب انت شايف الحاله عموما في الفن عامله ازاي؟ بص بعد كل فترة كده من التغييرات اللي بتحصل في المجتمع بيبقى فيه كل المفاهيم بتبتدي ايه زي ما بيقولوا تتغير, او بنبتدي ايه نشوف احنا عايزين نعبر عن ده ازاي, عايزين ينفع نعبر زي ما كنا بنعبر قبل كده, يعني ينفع نعمل فن زي ما كنا بنعمله العشر سنين اللي فاتوا ولا لا, السينما ينفع تتكلم بنفس اللغة اللي بتتكلم بيها في العشر سنين اللي فاتوا ولا لا, التلفزيون نفس الحكاية. فاللي بيحدد ده مع الوقت على فكرة الجمهور, احنا بنجيب كل الافكار بتاعتنا وكل الكاركترات بتاعتنا من الجمهور. تمام. هتلاقي في فترة كده اللي كان على الساحة وانت كاشش قاعد في بيتك, لكن في الشارع ناس تانية في الشارع يعني بيسموهم ساعات شعبيين, لا ساعات ناس تأفر وتقولك لا بلطجية, وناس تأفر وتقولك لا ده مش عارف ايه. فظهروا دول اكتر على الشاشة اللي هم اولاد البلد, او اللي بيبقى بيشذ منهم يبقى مثلا منحرف يعني. فبدات المسلسلات والافلام دي تتعمل عنهم فتره طويله جدا. صح. صح. لما رجعت الدنيا هديت وبدا الافكار اللي هتبني الدنيا تبقى هي السيده, هتلاقي الطريقه بتاعت الحياه بتفرض عليك مواضيع في الجواز, في الطلاق, في الـ في الـ في الـ في الدراسه, في التعليم, في الاداره. هتلاقي الموضوع اختلف لانه الناس تفكيرها اختلف, ما حدش هيقعد بعد السنين اللي فاتت يفكر بنفس الطريقه. فانا شايف ان الفتره اللي جايه محتاجه انتاج درامي كتير جدا, احنا بنزيد والمواضيع اللي محتاجه تتناقش بتزيد. الدول اللي بتعمل انتاج درامي بتعمل ضغط وقوه ناعمه زي ما احنا بنقول, وده سحر. ده سحر جربناه من زمان في الافلام الامريكيه ورامبو والحاجات دي, وجربناه قريب في المسلسلات التركيه. فلو احنا ما عملناش ديفنس قوي من الدراما المصريه الاصيله والموضوعات الاصيله, وعملنا افلام سينما تعبر عن الجيل ده بدل ما انا سايب الجيل لفيديوز مدته خمس دقائق خلاص, خمسه في خمسه في خمسه في خمسه, كشري كشري بيحصل والله. فلازم يعني لازم يبقى عندي منتج خلاص ضاغط زي ما احنا بنقول بتاع 10 سنين كمان, يعني يقعد 10 سنين كمان نقول ده لخص المرحله دي. تمام. طب عمرو احنا كنا في انا وكريم الاسابيع اللي فاتت كده حابين قوي نعرض فيديوهات وصور لفنانين وهم في الجيم بيمارسوا رياضه. يعني انا عارفه ان انت انا بخاف من الحسد فما بصورش في الجيم فما بتنزلش صور كتير. احنا عارفين, بس احنا عارفين ان انت برضه حريص على ممارسه الرياضه. يعني انا اخويا دكتور اياد ده بيحب الجري جدا ومشترك في كايرو رانرز رانرز وانا ادعيت اكتر من مره لالكس رانرز برضو, فروحت حبيت الموضوع بعدها شويه خلاص فكره الجري وفكره الكلام ده.
بس طبعا هو من الحاجات اللي برضو الواحد لازم يعرفها انه الجيم او الجو التكييف مش هو المثالي بالنسبه للجري، يعني لازم الفريش اير. تمام. فعشان انا اجري في الشارع واخد بالك بتبقى الحكايه ايه صعبه، عشان بجري وانا بتصور، يعني بتبقى الحكايه كلها انا بجري وانا بتصور مع حد. ايوه صح. فمره في مره كسلت شويه، بس بعمل سويدي في البيت، يعني على قد ما بقدر بعمل تمارين في البيت بدمبلز خفيفه على التريد ميل، بتحرك لانه طبعا ما ينفعش الواحد ما يتحركش. انت اصلا شكلك ما اختلفش، هو بس كام شعر ابيض كده طلعوا خلاص. انا شبههم ابيض بس. يعني بس كده. طب ممكن نكمل يا كريم مع عمرو على عندك اسئله ثانيه الناس بعتتها؟ هو في سؤال ثاني خاص بالجواز مش عارفه اقوله ولا لا، يعني خلاص انت مش حابب، بس هو في عقده. طيب بختك يا سيدي. هو في عقده طيب ولا ايه؟ الحاجات دي بتتنظر، خلي بالك حد عقدك يا عمرو؟ لا ابدا. احكي لنا طيب، الناس عايزه تطمن. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله على كل شيء. خلاص عشان يجي جنب النقطه دي فين. في حد بيسالك، بس ده يمكن احنا جاوبنا استاذ راجح، بس احنا قلنا انت بيسالك ايه اكتر دور حابب ان انت تعمله. ما جبتش النضاره معاك ليه يا فنان؟ فين النضاره صحيح؟ لا عملت الليزك من فتره، بس بلبس نضارات في شغلي بقى، في لو محتاج الدور يحتاج نضاره بلبس نضاره. نضاره يعني بتبقى اكسسوار، يعني النضاره ساعات بتبقى من غير ازاز. أطلع. اصلا دلوقتي فرصه بقى وانت منور شاشه قناه النادي الاهلي، فرصه عظيمه ان انت تتوجه لجمهور النادي الاهلي باللي تحب تقوله له. تحب تقول ايه للناس؟ اللي بالك انت بتخاطب فوق ال 60 مليون ده في يعني. في كمان جمهور في الدول العربيه يعني. انا عارف، انا كمان سافرت، يعني على سيره السفر ما كنت بسافر دول عربيه، وعلى عكس ما احنا متخيلين برضو في المغرب العربي. تونس، مغرب، الجزائر، هم في غير ماتشاتنا معاهم بيشجعونا تماما. صحيح. طبعا بيشجعونا جدا. وعلى فكره حتى على صعيد الفن. لا على صعيد الفن ده مفروض. وعلى ذكر النجم عادل امام، اكيد انت يعني عندك خلفيه عن كل مره راح فيها النجم عادل امام. طبعاً. في المغرب طبعا، منهم مره اتشال بالعربيه. يعني طبعاً. حاجه مش طبيعيه. فانا بكلم جمهور، يعني بكلم جمهور طبعا، انا يعني انا واحد منه، وبقول له احنا يعني بنفتخر بالاهلي وبنفتخر بانجازات الاهلي، والاهلي بيفرحنا، واحنا طول عمرنا في ظهره، وفي ظهره في كل مكان، يعني من الثالثه شمال لغايه الكنبه اللي على البيت، يعني كلنا موجودين يعني. وان شاء الله بقى نوعده بادوار جديده ان شاء الله، وان شاء الله نفرح بيه قريب. الله يخليك. ان شاء الله. ده بس حتى مش عايز يقول ان شاء الله. ان شاء الله. لا ده بعد الهوا يمكن بيقولها بسر وبسر. ان شاء الله. انت نورت الدنيا كلها، وبجد اللقاء معاك ممتع كالعاده، وان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه لما تيجي تنورنا في حلقه جديده من البرنامج يكون عندنا بقى حاجات كتير كمان استجدت نتكلم فيها باذن الله. نورت الدنيا يا عمرو. ميرسي يا كريم. ميرسي. انا نورتنا يا عمرو حقيقي، وفرحنا بيك، والجمهور كله اكيد فرح بيك. شكرا ليك. بس اختم انت الحلقه دي. لا اختموا انتوا يا فندم. اصحاب البيت برضه كل يوم يا اكسلانس. النهارده عاملين ختام بالعافيه. معاك موجودين بكره ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نشوفكم بكره على قناه الاهلي، ودايما مع بعض، ودايما فرحانين بالاهلي.